يا مساء الفل، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي على شاشه قناه ناديكم المفضل ونادينا وهو نادي الزمالك. النهارده هيكون معانا فقرات ومفاجآت مميزه، فهيكون معانا لقاء خاص مع مهاجم نادي الزمالك الجديد سيدي نضاي، ويعني لقاء اجرى زميلنا احمد علي. وفي الفقره الثانيه هيكون معانا ضيوفنا كابتن سعيد لطفي لاعب نادي الزمالك السابق، وكابتن احمد عباس المحلل الفني، وايضا حديث مهم جدا عن نادي الزمالك والفتره المقبله والصفقات وجايين على ايه وجايين من ايه عفوا ورايحين على ايه. طيب اكيد كل الناس حابه تعرف الاخبار والاخبار الايجابيه، ففريقنا حقق نتيجه ايجابيه وفوز مهم جدا من وجهه نظري خارج ملعبه على الشرطه الكيني، وقطع نص المشوار، ونص المشوار حط فيه رجل وحته نحو دور المجموعات، وده امر مهم جدا 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 في الفتره دي. ناس كتير قلقانه من الاداء في بعض فترات المباراه، وان كان ده طبيعي لاننا في بدايه موسم، فتره اعداد ما كانتش يعني مش بفعل فاعل، ولكن بالاجواء المحيطه ما كانتش اقوى حاجه واحسن فتره اعداد. ولكن عندنا ماتش الجمعه ان شاء الله، ماتش العودة بعد عودة الفرقة، ولازم نوصل في المباراة دي لأعلى فورمة قبل سوبر إفريقيا. عايزين نتفق مع بعض يا جماعة إنه ده وقت الدعم والمساندة، ركز معايا عشان الكلام ده مهم. ده وقت الدعم والمساندة، ولا وقت للحديث عن أداء بعض اللعيبة، ولا وقت الحديث عن الصفقات، ولا وقت الحديث عن خطة أو الفورميشن أو السكواد اللي بيبدأ بيه مدربنا. عندنا بطولات ومباريات مهمة، ماتش العودة هو ماتش كاس، ونتأهل لدور المجموعات، وبعدين شغلنا الشاغل مباراة سوبر افريقيا، ماتش واحد ببطولة، ماتش واحد ببطولة قارية تحتاجها دعم معنوي، دعم نفسي، كل ما تحمله الكلمة من دعم ايجابي للفترة القادمة، ودعم مادي بالعملة، وانت محتاج الدعم المادي اللي بالعملة. يمكن انا اولكم مباراه الزمالك، مباراه الذهاب امام البوليس او الشرطه الكيني، ما كانتش احلى حاجه، ويمكن كسبانين ومبسوطين بالمباراه نتيجه الذهاب، كنت هقول الثلاث نقاط ان شاء الله، الثلاث نقاط في دور المجموعات، مبسوطين بنتيجه الذهاب، ولكن الاداء ما عجبناش. ويمكن انا هرد على الناس اللي بتقول ليه جمهور نادي الزمالك مش مبسوط. اقول لك انا سيدي العزيز، جمهور الزمالك مش مبسوط لان جمهور الزمالك اتعود على فرقته بتلعب بفن وهندسة. جمهور الزمالك مش مبسوط لانه اتعود وشاف فرقته بتلعب كرة حلوة. جمهور الزمالك مش مبسوط لانه محتاج يشوف فرقته بتقدم كل الطرق الهجومية الجميلة الممتعة في بداية الموسم. جمهور الزمالك مش مبسوط لانه كان بيقول الموسم اللي فات موسم استثنائي، والطريقه اللي كنا بنلعب بيها فات وعدى عليها سنه وانتهت واتقفلت، لعيبه مشيت ولعيبه جت. فانا مع راي جمهور نادي الزمالك، وشايف انه من حقه ومن حقنا نشوف فرقتنا بتلعب حلو. دي في السيتويشن الطبيعيه. السيتويشن اللي مش طبيعيه واللي انا بقول لحضراتكم فيها الحمد لله، نادي الزمالك في ظل كل اللي عدينا بيه، في ظل ايقاف قيد مرتين وداخلين على الثالثه في شهر اكتوبر، انا بقول لحضراتكم شهر اكتوبر هيجي والزمالك هيتوقف من قيد لاعبين، وعقبال ما نروح ليناير نكون بنحل في ان احنا نجيب الفلوس عشان ندفع فيها الغرامات، عشان نجيب لعيبه جداد، عشان نحطهم في القايمه and so on زي ما بنقول، وهكذا. وفي الاجواء دي كلها نادي الزمالك راح يلعب نهائي سوبر افريقيا،
في الاجواء دي كلها نادي الزمالك على بعد مباراه من التاهل لدور المجموعات لبطوله قاريه اخرى وبطوله الكونفدراليه اللي انت البطل النسخه الاخيره منها السنه اللي فاتت من كام شهر. نادي الزمالك على موعد مع بطوله السوبر المصري في الامارات. فتتفق ام تختلف معايا ومع كلامي؟ احنا وسط كل ده نادينا بيعافر وبينافس وبيموت نفسه ولعبتنا بتموت نفسها عشان تكتب تاريخ. لو انت شايف او حضرتك شايف يلي بتقول ليه جمهور الزمالك مش مبسوط وليه جمهور الزمالك مش فرحان، فرقته عامله ميركاتو قوي، فرقته كسبانه بره ارضها في بطوله قاريه، انا اقول لحضرتك لان جمهور الزمالك شايف ناديه مش بيتنافس جوه ارض الملعب بس. جمهور الزمالك شايف ناديه بيتنافس داخل ارض الملعب رقم واحد، او خليها في اخر الترتيب بس دي واحده منهم. لكن الحكام اوقات كتير جدا بيبقى فيه ظلم واضح وبين على نادي الزمالك. الاجواء خارج نادي الزمالك كل شويه ايقاف قيد، كل شويه مشاكل، كل شويه حل، كل شويه فلوس. مشاكل قديمه من مجالس ادارات قديمه. فاللي بيدفع فاتورتها دلوقتي هو المجلس الحالي وجمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك بيتنافس بره ارض الملعب عن طريق الصفقات. واوعوا تكونوا فاكرين ان حته الصفقه تنافس على صفقه هو لعيب بعينه بيبقى عايزه ناديين فاللي يدفع اكتر هو ياخده، لا. اليومين دول بنشوف انه في لعيب بعينه هيفرق مع نادي معين، فكل الناس المحبه للنادي المعين، وخليني اقول المحبه دي يعني مجاز عن انه نفسهم يقع مش مجاز عن نفسهم ينجح، بيحاربوا الصفقه دي. ومش بس نادي الزمالك بيحاول يعافر وعلى قد امكانياتنا دلوقتي، لان امكانياتنا دلوقتي فعلا تكاد تكون محدوده جدا بسبب كميه الفلوس اللي محتاجين ندفعها لحل وتسويه المشاكل والنزاعات للادارات اللي فاتت. سبورتنج لشبونة عدى عليها حوالي 10 سنين، خالد بوطيب حوالي 5 6 7 8 سنين. فريرة ومساعديه، الموضوع وصل لدرجة إن إحنا بندفع فلوس لمساعدين المدير الفني أتشيمبونج. أنا مش فاكر لأتشيمبونج إنه جاب لنا بطولة مثلا أو عمل لنا يعني فارق في الخط الهجوم. وهيتم إيقاف القيد بسببه. كواليتي اللعيبه اللي بندور عليها تليق بنادي الزمالك، بس برضه في اخر القصه وفي اخر اليوم لازم تحترم امكانياتك الماديه. ولازم تقدر امكانياتك الماديه، والفرقه فيها نجوم. الفرقه فيها نجوم، لازم احترم النجوم دي، واحترم وجود النجوم دي في الفرقه. وما ينفعش يبقى عندي سوبر ستارز في الفرقه، زيزو، شيكابالا، كابتن عبد الله، مش عايز انسى حد في الفرقه، لكن عندنا سوبر ستارز في الفرقه قلت الاكبر سنا منهم. ونبص ان احنا نقدر ناس تانية ماديا واحنا عندنا نجوم شالت الفرقة دي على كتافها. نجوم شالت الفرقة على كتافها في وقت في ناس كتير قررت تسيب النادي. وانا اتعودت اتكلم مع حضراتكم بكل صراحة. وخلاص صفقات السوبر اتقفلت. صفقات مباراة السوبر، سوبر افريقيا اتقفلت. ندعم لعبتنا. ندعم مجلس الادارة اللي شغال في كل الاتجاهات، واللي ما جاش نادي الزمالك هو الخسران. اللي ما جاش نادي بقيمة نادي الزمالك وجمهور بقيمة جمهور نادي الزمالك هو الخسران. الزمالك يضيف لأي حد. وآه بتكلم على فكرة عن بوبنزا. ويمكن هتكلم لاخر مره في موضوع بوبنزا، وبقول لحضراتكم الزمالك يضيف لاي حد واللي ما يجيش نادي الزمالك هو الخسران. وناس كتير اتكلمت عن الصفقه، والصفقه كانت فعلا خلاص في نادي الزمالك بدليل كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها والبطاقه الدوليه والامضه بتاعه اللاعب، كل ده نركنه على جنب. واي حد في الدنيا تقول له ان في لعيب عمل الاجراءات دي مع نادي معين يقول لك اللعيب ده بيلعب في النادي وخلاص ومستنينه يجي.
ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحات أعضائه كلها إن الزمالك ماشي بشكل قانوني ومرتب ومش هيسيب حقه في اللعب. وأنا بطلب من حضراتكم ومن كل السوشيال ميديا، ويمكن كتبت النهاردة الكلام ده من ساعات على صفحتي على السوشيال ميديا، بطلب من حضراتكم وكل القنوات وكل المحللين وكل الكباتن اللي بتحب نادي الزمالك، بعد إذنكم وبعد إذن السوشيال ميديا كلها وأنا أولكم، ويمكن أنا أعرف معلومات واضحة وصريحة، ولكن ممكن يعني بطلب ما نكشفش التحركات القانونية وما نكشفش تحركات النادي في اتجاه الملف ده، ومش بس التحركات القانونية ولكن التحركات اللي بتوصل لبعض منا كمعلومات، وأقول لحضراتكم اطمنوا كل الأمور ماشية بشكل مرتب وحقوق نادي الزمالك محفوظة. ويمكن كتير منا لما شاف صورة بوبنزا بيتعاقد مع نادي آخر بعض الشيء يعني حس انه ليه واحنا كنا قريبين من الصفقة، وليه احنا كنا عشمانين في الصفقة، وليه كل السوشيال ميديا كانت بتوعدنا والنادي الزمالك نزل ان البطاقة الدولية معاه. ما هو ده الطبيعي، ده طبيعي الشغلانة، ده طبيعي التعاقد مع اي لعيب، بنتفق احنا واللعيب على عقد معين، بيمضي عقد ابتدائي، تيجي البطاقة الدولية عشان نمشي في اجراءات استقدام اللاعب للنادي ونخليه يمضي. فنادي الزمالك عمل الطبيعي، ليه يا جماعة بتلوموا وليه بتهاجموا بعض الناس على ان هي بتعمل الطبيعي؟ طب انا عايز واحد من حضراتكم دلوقتي يطلع يقول لي مجلس ادارة نادي الزمالك اثر في ايه في ملف بوبنزا، واحد بس يطلع يقول لي اصل نادي الزمالك المفروض كان يعمل واحد اتنين تلاتة فهو عمل اتنين تلاتة بعد كده واحد. مفيش. نادي الزمالك ومجلس ادارته بكارة كابتن حسين لبيب اخد كل الخطوات البروفيشنال الصح الطبيعي اللي كل العالم بيعمله في استقدام لاعب، في الاستعانة بخدمات لاعب لفترة معينة بنادي الزمالك، زي ما حصل مع بنتايك، زي ما حصل مع كونراد، زي ما حصل مع عمر اللاعب الجديد المهاجم الفلسطيني، حصل مع بوبنزا. ومفيش نادي بيعمل حاجة زيادة عن نادي الزمالك عمله. مستغرب ليه بنهاجم عشان صفقة ممكن تكون كنا شايفينها خلاص بنسبة 99 وانا اقولكم وتسعة من عشرة قريبة، وانا واحد من اقولكم كنت بنزل واقول انه بوبنزا خلاص في الطريق وجاي وحصل اللي حصل. فرقتنا مليانة نجوم يا جماعة. لا ده انا اسردهم لك. طب اقول لحضرتك على حاجه كمان، مجلس اداره نادي الزمالك اللي حضرتك تكاد تكون بعض الاوقات بتهاجمه عشان الميركاتو، فخليني اسردهم لك. في الميركاتو اللي فات في يناير تم رفع ايقاف القيد ودفع وجدوله المستحقات مع كل من هو متضرر من عقوده مع مجالس الاداره السابقه، وجبنا كابتن عبد الله السعيد وجبنا ناصر ماهر وجبنا احمد حمدي، اللي بالمناسبه احمد حمدي شارك في الكونفدراليه وجاب هدف الفوز، كابتن ماجد. جبنا محمد شحاته نجم المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، جبنا زياد كمال واحد من اللعيبه الواعدين. كل الصفقات دي كل الصفقات دي وبتهاجم. طب خلصنا وخدنا بطولة قارية، حضرتك بتهاجم، افتكر احنا كنا فين. وانا مش بطبل، والله ما بطبل لحد ولا مجلس ادارة ولا رئيس نادي، مش بطبل، انا بقول الواقع. افتكر احنا كنا فين. يمكن الدوري زي ما نقول كده خيش قلش مننا، ونتائج ما كانتش احسن حاجة ومش ماشية خالص، تحس الدوري يقول لا مش عايزكم السنة دي. ايقاف كود تاني في مجلس اداره يشتغل،
فالناس تهاجم، انتوا اصلا مش هتفكوا القيد، لا فكينا القيد. جبنا مين؟ جبنا بنتايك، جبنا حمدي الباك ليفت، جبنا عمر فرج المهاجم الفلسطيني، جبنا كونراد، كل دول جبناهم ولسه في تدعيمات تانية. وحضرتك متضايق؟ على الأقل احنا بنتقدم، حتى لو في حاجات مش قد تطلعات الجمهور او قد اللي الجمهور مستنيه، بس على الأقل بنتقدم وبنحل، وبنحل مشاكل وبنتقدم، بنحل مشاكل تانية ولسه هنحل. بقول لحضراتكم شهر 10 الجاي اهو، كمان النهاردة 15 يوم بعد السوبر على طول، ان شاء الله ربنا يكتبه لنا بطولة غالية. نادي الزمالك هيتم ايقافه من القيد مرة اخرى ان لم ندفع او نسوي مستحقات تشيمبونج. طيب معانا نجم نادي الزمالك السابق كابتن ابراهيم عبد الخالق. يا كابتن ابراهيم مساء الفل. حبيبي مساء الخير عليك، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله. يمكن عايز اجيبها من الاول، والزمالك بدا رحله الدفاع عن اللقب بفوز مهم على الشرطه الكيني خارج ملعبه، حتى لو كان الاداء مش يعني على هوانا زي ما بنقول. اولا طبعا مبروك لنادي الزمالك وجماهيره وادارته. زي ما قلت من حوالي اسبوع قبل الماتش، كنت برضه في مداخله في قناه الزمالك، قلت المهم البدايه نكسب المباراه، ده اهم حاجه بغض النظر عن الاداء. وطبعا الاداء طبعا هيجي ان شاء الله مع الوقت، ان انت بقالك فتره كبيره جدا ما بتلعبش بشوط، وبتلعب خارج ارضك طبعا في ظروف جو هناك مش كويس، طبعا درجه حراره عاليه، رطوبه عاليه جدا، اكيد ملعب مش كويس. لكن كان يهمنا ان انت بطل النسخه، كان يهمنا ان انت تبدا اول ماتش بفوز، وده اللي احنا حققناه الحمد لله. مهم انك تفوز خارج ملعبك، يسهل المهمه على الفريق في العوده، وده كان كلامك. رايك ايه طبعا في استمرار تالق كابتن عبد الله السعيد وتسجيله هدف الفوز؟ يمكن هو قدامنا على الصوره دلوقتي. يعني عبد الله يعني ما ينفعش، يعني مش يعني اي كلام مش هيوفي مستوى عبد الله او حق عبد الله. عبد الله لعيب كبير من يوم ما لعب دوري ممتاز. ان شاء الله يعني ربنا يحميه. وزي ما قلت كنت معاك برضو، وقلت عبد الله واللعيبه الكبيره لها دور مهم جدا، زي عبد الله وشيكابالا او عمر جابر، لا يعني زيزو. فعبد الله يعني اكبر من اي حد يتكلم عليه، يعني عبد الله لعيب كبير ما شاء الله. وزي ما انا قلت عبد الله يرجع لمستواه يفيد نادي الزمالك اكتر واكتر كمان يعني. وانا شايف ان هو يعني الحمد لله ماشي كويس جدا الفتره اللي فاتت، عشان كده ربنا بيكافئه، اللي بقى له كم ماتش بيجيب جوال، وبدا يخش في موضوع التهديف، لان عبد الله اصلا يعني كان ما شاء الله بيجيب جوال كتير جدا، فواحده واحده بدا خلاص يخش في موضوع التهديف، ولسه ان شاء الله عند عبد الله اكتر من كده بكتير يعني. شايف ازاي مباراه العوده ان شاء الله؟ والله يعني انا شايف زي ما قلت ماتش، يعني كل ماتش يعني ماتش كيف، بغض النظر عن مستوى الفريق اللي قصادك كانت ضعيفه او قوي. انت بطل النسخه، فلازم تحافظ على النسخه اللي انت بتاخدها دي. انا شايف ان الزمالك اقوى فرقه في الكونفدراليه من وجهه نظري. فمع الصفقات الجديده، مع الصفقات اللي موجوده من بقيه سند عبد الله وناصر وما يرجع احمد حمد ان شاء الله، فيعني فرقتنا ما شاء الله كويسه. ما اعرفش الناس الجديده دي هتأيد في افريقيا مجموعات ان شاء الله لما نصعد، يعني ان شاء الله باذن الله. يعني بعد ما الناس تتأيد اللعبة الجديده الشكل هيتغير تماما. يعني الفريق هيبقى اقوى بكتير، فلازم نحافظ على البطوله ان شاء الله. وزي ما قلت ماتش العوده مهم بغض النظر عن الخصم اللي بتلعبه سواء قوي او ضعيف. طيب لازم تاخد ماتشات الكونفدراليه ماتش كاس مكسب، مفيش خساره. الصفقات اللي انت بتتكلم عليها هتقل الفرقه اكتر، الصفقات دي هتقدر تلعب معانا ماتش السوبر افريقي. شايف ازاي جاهزيه الزمالك لهذه المباراه؟ وشايف ازاي نقدر نستغل اللعيبه والصفقات الجديده لاول مباراه ليهم انهم ينزلوا مباراه زي دي؟ ازاي المدير الفني يعمل التوليفه الصح اللي تليق على المباراه؟ يعني اتمنى طبعا التوفيق، اتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع باذن الله بالبطوله. يعني انا شايف ان على ما اظن ممكن ما يدخلش كل الصفقات الجديده، يعني على ما اظن انت بتتكلم انت جبت حوالي 6-7 صفقات يعني. اظن مش كلهم هيدخلوا. شايف مين ممكن يشارك من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري ممكن حد من باكات ليفت مع عهود بنتايك او مع محمد عمدي. وممكن كونراد ده.
من اول مباراه يعني، اول مباراه باك ليفت جديد ومهاجم. يعني زي ما قلت طبعا غياب فتوح ربنا يا رب يفك مشكلته يا رب ويرجع بالسلامه ان شاء الله يا رب. كان لازم زي ما قلت قبل كده ان يكون في باك ليفت، والحمد لله جبنا اثنين، محمد حمدي وفان تايت. ف يعني اتمنى اشوف حد منهم ان شاء الله مع مهاجم السنغالي او المهاجم الفلسطيني باذن الله، وشايف مع القوام الاساسي يعني انت مش محتاج الا عنصر او اثنين من الجداد يخشوا يعني مؤقتا دلوقتي يعني. توقعاتك ايه المباراه دي؟ تمنياتي ان احنا نكسب، تمنياتي ان يعني بجد عايز الزمالك ياخد البطوله ان شاء الله ويفرح طبعا الجمهور، ده حلقه خاصه يفرح الجمهور او رقم واحد، بس عايز يفرح ادارته. الناس دي عامله شغل كتير جدا، وانا كنت بسمع بسمعك دلوقتي يعني لا يعني الناس والله بجد يعني بتشتغل في ظروف صعبه جدا جدا جدا، وعامله انجاز يعني كل حاجه يعني فتح قيد صفقات بتيجي، وزي ما قلت برضه بتتحارب. مش عايزهم يوصلوا للناس اللي بتحاربنا، يركزوا زي ما هم شغالين ان شاء الله ان شاء الله يعني مجهودهم يتكلم ان شاء الله ببطولات باذن الله، وتكون اول بطوله ان شاء الله سوبر افريقيا ان شاء الله باذن الله. كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم نادي الزمالك السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كلام مميز ومهم، وان شاء الله باذن الله بطوله جايه، بطوله السوبر افريقيا يا رب تكون مكانها في 100 عقبه في نادي الزمالك. وزي ما قلت بطلب من حضراتكم بعد اذنكم الدعم ثم الدعم ثم الدعم، مفيش في ايدينا حاجه، الصفقات وجت، الصفقات اللي جايه ان شاء الله ربنا يقدرنا ونجيب يعني صفقات تملى الفراغات اللي محتاجينها في فرقه نادي الزمالك، ولكن اللي موجود لحد دلوقتي هو اللي هيلعب سوبر افريقيا ولقاء وبدايه دور المجموعات. فان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يوفقنا ويوفقنا في اختيار اللعيبه اللي تليق بتيشيرت نادي الزمالك واللي تحترم تيشيرت نادي الزمالك، وربنا يحفظ اللعيبه اللي موجوده والمصابين يرجعوا يعني خلاص هانت فاضل على الحال، وتكه كابتن عبد الشافي وكابتن ونش يرجعوا، وان شاء الله حمدي في نص المشوار ربنا يا رب يكرمه ويرجع لنا مره ثانيه عشان يجيب لنا هدف الفوز ببطوله الكونفدراليه باذن الله. طيب استاذن حضراتكم خلينا نطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل لقاء السفير المصري استاذ وائل عطيه سفير مصر في كينيا واستقباله للبعثه النهارده وعزومه عشاء للعيبه، وفاصل ونرجع ناخد اخبارنا. اوعوا تروحوا في اي حته، تابعونا. مرحبا بكم اعزائي مشاهدي قناه نادي الزمالك في كل مكان، يمكن بالتاكيد في ختام رحلتنا الجميله لكينيا، طبعا موجودين الان في منزل معالي السفير وائل عطيه، طبعا سفير جمهوريه مصر العربيه هنا في كينيا، بدعوه من سيادته لفريق نادي الزمالك وبعثه نادي الزمالك. بالتاكيد يمكن موجودين مع سياده السفير دلوقتي، هيكون منورنا ومشرفنا على شاشه قناه الزمالك. سياده السفير اهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا، وبنشكر حضرتك جدا على الدعوه الكريمه. الله يخليك، شكرا جزيلا، انا اللي برحب بيكم، وشرفتونا امبارح والنهارده الحمد لله كمان الاهلي شرفنا، فنصر كبير لمصر، وان شاء الله تكملوا المسيره بقى، الفرقتين يوصلوا للنهائي، ونشوفكم بقى في كاس السوبر الافريقي السنه الجايه باذن الله. باذن الله مع السفير. يمكن شفنا شعبيه الزمالك امبارح في المباراه، كانت شعبيه كبيره جدا، الجاليه المصريه يعني عملت شغل جامد جدا في مباراه الزمالك امس مع السفير. طبعا المصريين كلهم هنا كانوا حريصين على الحضور، ويعني متابعة الفريق، ويعني كنت سعيد جدا ان انا شايف مصريين سواء اهلاوية او زملكاوية حاضرين في الماتش ده وحاضرين في الماتش التاني، فكانت حاجة جميلة جدا مشرفة، والحمد لله الفرقتين شرفونا جدا. يعني كمان شفنا النهارده يعني دعوه من حضرتك للفريق بالكامل، فريق الزمالك جوه، يمكن خدنا له لقطات كده وهو موجود مع حضرتك، فبنشكرك جدا، جمهور الزمالك بيشكرك، مجلس اداره الزمالك بيشكر حضرتك على الدعوه الكريمه دي. لا لا مفيش شكر على واجب، احنا اولا زي ما قلت انتوا شرفتونا هنا اهوت، وامبارح بالمناسبه كمان الاهلي كان موجود وكان برضو الفريق كان هنا اهوت شرفنا، فاحنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان نكون في خدمة الفرق المصرية وأي مواطن مصري طبعا موجود في الخارج، وفي النهاية
فرحه المصريين بالفرقتين فرحه لا توصف طبعا، وان شاء الله زي ما قلت ان نفرح بيكم بقى ان شاء الله بالكاس باذن الله. السفير دايما داعم لكل الفرق المصريه. اه بالتاكيد، يعني احنا مصر شعارنا طبعا مصر فوق الجميع، وان هي اي فريق مصري هو بيلعب في الخارج بغض النظر عن لون الفانيلا فهو بيلعب باسم مصر، فطبعا دي حاجه بيشرفنا ان هي ان احنا ندعمها دايما، وهم انتوا دايما مشرفينا في كل حته يعني. والله يا فندم احنا فعلا بنشكرك على دايما مخلي معانا حد في الفندق دايما في الملعب في كل حاجه، مش مخلينا محتاجين حاجه، فده شكر لحضرتك على حسن الاستقبال، وان شاء الله باذن الله نتقابل كده في ماتشات تانية باذن الله. باذن الله، وتشرفونا دايما كده يا رب. متشكر جدا. الله يخليك. لا لا متشكر جدا ليك، ويعني لجميع الساده المشاهدين طبعا الف مبروك، وان شاء الله نفرح بفريق الزمالك وبفريق الاهلي ان هم ياخدوا الكاسين ويرجعوا بيهم لمصر. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. كان لقاء خاص طبعا مع معالي السفير وائل عطيه سفير جمهوريه مصر العربيه هنا في كينيا، واللي يمكن خلال تواجدنا مع بعثة نادي الزمالك الموجوده في منزل معالي السفير وائل عطيه بدعوه من سيادته قبل طبعا مغادره الاراضي الكينيه، يمكن طائره نادي الزمالك ستقلع من مطار نيروبي الساعه 5 صباح اليوم صباح غدا ان شاء الله، وتوصل ان شاء الله القاهره الساعه 11 صباحا، فكل الامنيات الطيبه وكل التوفيق ان شاء الله. شكرا.
سفير مصر في كينيا ببعثة فريق الزمالك، وتقدم بالتهنئة لهم بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على منافسه الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال السفير المصري في كلمته عبر قناة نادي الزمالك: رفعتم رؤوسنا جميعا وننتظر منكم تأكيد التأهل في مباراة العودة المقرر ليها إن شاء الله يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة. وحرص أستاذ أحمد خالد حسنين على منح السفير درع نادي الزمالك في ختام حفل العشاء، ويمكن الصور قصاد حضراتكم دي من حفل العشاء اللي عمله سيادة معالي السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا لبعثة نادي الزمالك بالكامل. دي لقطات حضراتكم من حفل العشاء. طيب، يمكن النهارده صحينا الصبح لقينا صور مبهجة على السوشيال ميديا ولاعبي الزمالك في جولة تفقدية كده لكينيا، ويمكن كسبنا والحمد لله المباراة عدت، ولكن قال لك تعالى بقى نكسبلور كده ونشوف كينيا. ويمكن بقالنا كتير ما شفناش اللعيبة ما عندهاش ستريس، بقالنا كتير ما شفناش صور اللعيبة تحس اللعيبة براحتها. صور مبهجة، الناس بتتصور ومبسوطين واقفين على الاتوبيس. هي الصوره مع حضراتكم، الجزيري لابس باكيت هات يعني ستايل كده ونازل. الصور دي بقالنا كتير ما شفناهاش، شفناش نادي الزمالك لعبته بره الاستريس شويه. يمكن طبعا ده باذن مدير الفني وباذن طبعا كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره، ولكن حاجه بتخلينا نقول لعيبه الزمالك بره الاستريس شويه، بينسوا شويه ضغط المباريات، بينسوا شويه التمرين، بينسوا شويه اللعب. تعالوا كده نروح يعني نشوف ونستكشف كينيا. منح الجهاز الفني الفريق الاول بكره القدم نادي الزمالك بكره جوزيه جوميز اللاعبين فرصه التجول بالعاصمه الكينيه نيروبي صباح اليوم الاحد. ده طبعا عقب مواجهه الشرطه الكيني التي اقيمت عصر الامس في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، ووافق الجهاز الفني على تنظيم جولة ترفيهية للاعبين اليوم بعد مواجهة الشرطة الكيني، وذلك لزيارة بعض المعالم السياحية في نيروبي. ويمكن يعني زي ما احنا عارفين حقق الزمالك الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد في ذهاب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في المباراة اللي أقيمت على ملعب النيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي. يمكن مبسوطين وما تخلوش حد ينكد عليكم، ما تخلوش حد يكسر فرحتكم. زي دلوقتي من سنة أو زي المباراة دي من سنة كان الزمالك بيلعب في دور ال 32، يعني بحاول أفتكر أجمع الاسم، ولكن أرتا سولر، عفوا أيوه أرتا سولر، وخسرنا هناك 2-0 وجايين متنكدين وخايفين نادي الزمالك يعني يسيب البطوله يودع البطوله. وفي الشوط الاول دخل فينا جول وبقينا خسرانين من ارتا سولر الجيبوتي، بطل جيبوتي ما شاء الله، وبحتاج في شوط واحد 45 دقيقه تجيب 4 اجوال وجم، والحمد لله وربنا بيقول لنا يلا انبسطوا وافرحوا. فاحنا كاسبين بره ارضنا 1-0، خلوا اللعيبه تطلع شويه من الاسترس وتفك. تدريبات بدنيه للمستبعدين في فندق الاقامه، خاض لاعبو الزمالك المستبعدين والبدله من لقاء الشرطة الكيني الذي أقيم بالأمس تدريبات بدنية في صالة الجيم بمقر فندق الإقامة في كينيا صباح اليوم. واكتفى الجهاز الفني للفريق بكارة جوزيه جوميز بخوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين لتدريبات في صالة الجيم اليوم الأحد، ومنح الفريق بالكامل راحة من التدريبات الفنية بعد خوض مباراة الأمس أمام الشرطة الكيني. يمكن جهاز الزمالك بيحضر لمباراة الأهلي، عفوا بيحضر مباراة الأهلي وجورماهيا، وبيحضر لمباراة سوبر إفريقيا. وحرص الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز يعني الحضور مباراة الأهلي وجورماهيا كيني في ملعب المباراة عصر اليوم الأحد، وسيواجه الزمالك نظيره الأهلي في مباراة سوبر إفريقيا يوم 27 سبتمبر المقبل بملعب المملكة أرينا في السعودية. ويمكن الصورة قصاد حضراتكم من يعني حضور وظهور الجهاز الفني نادي الزمالك لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني. بعثة الزمالك تغادر كينيا صباح الاثنين عائدة للقاهرة. تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكينية نيروبي في 6 صباح غدا الاثنين، يعني بنتكلم كمان 6 ساعات وربع.
الى القاهره مواجهه عقب مواجهه شرطه الكيني في ذهاب دور ال 32. ويمكن تعود بعثه الزمالك الى القاهره في رحله تستغرق حوالي 5 ساعات، ومن المنتظر ان تصل الى مطار القاهره الدولي في 11 الظهر الغد. يا رب يا رب يرجعوا بالف سلامه وفريش كده عشان مواجهه الجمعه. يمكن قبل ما اقفل ملف نادي الزمالك، كان نفسي مباراه نادي الزمالك القادمه اللي في مصر هنا في استاد القاهره كان نفسي تبقى بجمهور. ويمكن الاحداث اللي الاتحاد الافريقي شايفها احداث مؤسفه بالنسبه له، اللي حصل في نهائي كاس الكونفدراليه اللي هو كان منظمها، ولكن هو شايف ان دي احداث على غرارها نادي الزمالك حرم من اول مباراتين على ارضه بحضور الجمهور. يعني المباراه الجايه ان شاء الله اول مباراه في المجموعات على ارضنا، ده غير الغرامه الماليه اللي اتخصمت اوريدي من مكافاه بطوله الكونفدراليه. ليه كنت بقول كده؟ كنت نفسي بس اشوف جمهور نادي الزمالك وهو بيدعم لعيبه نادي الزمالك قبل السفر الى السعوديه اللي تقريبا هي كل يوم الاثنين او الثلاث بعد المباراه لمباراه السوبر. ويمكن هيفرق قوي مع اللعيبه الجديده لو شافت جمهور نادي الزمالك موجوده وبتدعم وتؤازر وفي استاد القاهره بالساعه الكامله. ولكن يعني حظنا كده، هو ده حظ نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. ولكن تعالوا يعني بعيدا عن نادي الزمالك والفرق المصريه، ليفربول يرغب في ضم عمر مرموش، وهتبقى من احلى الصفقات اللي عملها ليفربول الحقيقه. يرغب نادي ليفربول الانجليزي في ضم عمر مرموش نجم منتخب مصر خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله. وبحسب شبكه ليفربول ايكو الانجليزيه، فان ليفربول يسعى للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش جناح انتر اخت فرانكفورت في شهر يناير المقبل. واضاف التقرير ان مرموش حقق بدايه رائعه مع فرانكفورت هذا الموسم استكمالا لما حققه الموسم الماضي، ويعد خيارا مميزا للمدرب الهولندي ارني سلوت في هجوم الريدز. ويمكن هتبقى صفقه العمر، يا حلم تشوف اثنين لعيبه مصريين نجوم منتخبنا الوطني في خط الهجوم ليفربول، كابتن محمد صلاح فخر العرب ونجم العرب ونجم مصر ونجم افريقيا، وقول زي ما تقول، وايضا مرموش واحد من اللعيبه اللي بيكتب اسمه في حروف من ذهب في الدوري الالماني، وان شاء الله يكون يعني متواجد في ليفربول. طيب استاذنا حضراتكم نطير لفاصل سريع، ولكن قبل الفاصل معانا لقاء مع لاعب نادي الزمالك الوافد الجديد سيدي نضاي في اول لقاء ليه بعد انتقاله لنادي الزمالك مع زميلنا احمد علي. وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا كابتن سعيد لطفي وكابتن احمد عباس وحديث مطول عن نادي الزمالك. اوعوا تروحوا في اي حته، تابعونا. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، من داخل ملعب نادي الزمالك ملعب حلمي زامورا، أول لقاء للاعب السنغالي لاعب نادي الزمالك المنضم حديثا سيدي ندايه بعد أول تدريب ليه في نادي الزمالك. سيدي ندايه برحب بيك في البداية وبسألك عن شعورك في نادي الزمالك وأنت موجود في نادي الزمالك أحد أكبر الأندية في إفريقيا. في زمالك سي بلي جراند كلوب أن أفريك. C'est une fierté, c'est une grande fierté pour jouer le club, le plus club des Africains, les Zamalek. Ils sont bien accueillis dans le club. Oui. المفاوضات خدت وقت؟ يعني المفاوضات كان في وقت في المفاوضات ولا كانت سهلة؟ La négociation est très facile. Le club, il m'a appelé, il voulait que moi, je parlais avec. Mon présent avec mon manager pour venir ce club. J'ai une grande fierté pour venir ce club. طيب طموحك بقى وانت امنياتك مع نادي الزمالك حابب تعمل ايه مع نادي الزمالك؟ Je suis très content pour venir à Zamalek pour jouer pour venir à Zamalek pour beaucoup aider pour l'équipe pour gagner des trophées.
et pour aider l'équipe pour gagner beaucoup de trophées. Et il veut, il pour venir pour beaucoup de travail pour aider l'équipe. حابب تقول ايه بقى لجمهور نادي الزمالك؟ هو وجه له كده رساله، انت طموحك ايه مع نادي الزمالك؟ انت بتلعب في اكبر انديه افريقيا. الزمالك الفانز الزمالك سون تري جانتي، سون تري جانتي. الجو العام في مصر، انا اول مره تزور مصر ولا زرت مصر قبل كده؟ Oui, oui, c'est ma première fois pour venir en Égypte. Mais j'ai regardé ce pays, il est très joli. سيدي ندعي، بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق مع نادي الزمالك ان شاء الله. احد لاعبي نادي الزمالك المنضمين حديثا سيدي ندعي، بنتمنى له التوفيق ان شاء الله مع نادي الزمالك، ويقدر يحقق مع نادي الزمالك اللي نفسه يحققه واللي جمهورنا الزمالك بيطمح ليه. ده كان لقاءنا ان شاء الله باذن الله، اتمنى التوفيق دايما لنادي الزمالك وكل لاعبي نادي الزمالك. لقب بشيخ المدربين وامتلك سيرة ذاتية تاريخية خلال مشواره التدريبي، والذي اتجه له عقب اعتزال المستديرة الراحل زكي عثمان ناظر مدرسة التدريب في نادي الزمالك. استهل زكي عثمان مشواره مع كرة القدم لاعبا في صفوف نادي السكة الحديد قبل أن ينضم لصفوف الأهلي، ويحقق مع الفريق لقبي الدوري والكأس مطلع الخمسينات، ثم يحول قبلته إلى القلعة البيضاء برفقة زميله يكن حسين، وينضم إلى صفوف الزمالك ويتألق بصفوفه، إلى أن رفضه الجلوس كثيراً على دكة البدلاء عجل من قرار اعتزاله وهو في 28 من عمره. توجه زكي عثمان إلى مجال التدريب لتبدأ رحلة كفاح تاريخية يكون طريقها النجاح، حيث تولى في بداية مسيرته قيادة فريق مينيا القمح، ثم تولى المسؤولية الفنية لمنتخب اليمن والعودة للزمالك من جديد من خلال تولي قطاع الناشئين بالنادي وإفراز عناصر مميزة للفريق الأول، على رأسهم ملك النص فاروق جعفر والظهير العصري محمد صلاح. وقاد زكي عثمان الفريق الأول للزمالك في عام 1976، وقاد النادي الملكي للتتويج بكأس مصر في موسم 1976-1977 على حساب الإسماعيلي بثلاثية في مباراة شهيرة. ومن قبلها عمل مساعداً للمدير الفني الألماني بابي، مساهماً في ثنائية القلعة البيضاء بالدوري والكأس في موسم 1974-1975، ورحل رمز الزمالك وناظر مدرسة التدريب بالقلعة البيضاء زكي عثمان في 14 من نوفمبر من عام 2014، تاركاً وراءه تاريخاً يعتز به كل عاشق للكيان الأبيض، وأمجاد يتحاكى عنها عشاق النادي الملكي. لن ننساك أبداً. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه من جديد. بيسعدني ويشرفني يكون معايا ضيوف، يعني بحب اتكلم معاهم في الكوره، بحبهم لما يجوا يتكلموا في الكوره يقولوا كل اللي في قلبهم. تعالوا نرحب بكابتن سعيد لطفي لاعب نادي الزمالك السابق، بشكرك على وجودك معانا ومنورنا. اهلا بك يا امين، ربنا يخليك، ومبسوط بوجودي معاك، يمكن بقالنا فتره ما تقابلناش. ده حقيقي. فانا مبسوط ان انا متواجد معاك طبعا، ومع ضيفك الثاني اللي انت هتقدمه عشان ما احرقش يعني الضيف. لا الدنيا عارفه طبعا، يبقى صديقي العزيز واخويا الجميل الصغير طبعا
كابتن احمد عباس المحلل الفني الرائع. فببقى مبسوط طبعا وانا موجود معاك وفي قناه الزمالك وجمهور نادي الزمالك طبعا، يعني شرفتنا. كل التوفيق، ربنا يخليك وتوفيق لك ان شاء الله. واحد من الناس برضو اللي ذوقهم حلو في الكوره ونفسهم حلو في الكوره، بيقول لك الخطه ويوصل لك المعلومه بكل سلاسه وبساطه، المحلل الفني كابتن احمد عباس، منورني يا صديقي. حبيبي امينه، انا دايما ببقى سعيد معاك ودايما متالق ومتابع من الحلقات الجميله جدا لما نبقى مع بعض. وطبعا احنا كلنا سعداء ان احنا مع جمهور نادي الزمالك على قناه نادينا، قناه نادي الزمالك. يمكن في البدايه يعني خلينا نبدا مع كابتن سعيد، الجمهور ما عجبوش الاداء تمام، ولكن زي ما قلت في الانترو، زي سنه من دلوقتي في دور 32 خرجنا بخساره اداء ونتيجه، يعني في مباراه الذهاب الموسم اللي فات دور 32 ارتا سولر الجيبوتي مظبوط، كسبنا والاداء مش عاجبنا شويه، فدي بتكسر فرحتنا. شفت مباراه الذهاب ازاي؟ بص يا مينا، في مثل بيقول لك نفتح الشباب ولا نقفله، او نفتح الباب ولا نقفله، حاجه زي كده يعني، المثل ما اعرفش بيقولوا عليه. ف يعني احنا دلوقتي نادي الزمالك، فريق نادي الزمالك في فتره صعبه جدا. الفتره اللي فاتت صفقات وبعض الصفقات اللي ما جاتش نادي الزمالك، وبعض الصفقات اللي نجح ان هو يضمها، كان في حاله من التوتر داخل جدران نادي الزمالك وخاصه الفريق الاول. بتلعب مع فريق الشرطه الكيني في كينيا، خلي بالك انت يعني الفرق اللي هي الكينيه يعني الزمالك قابلها كتير قبل كده في الثمانينات والتسعينات، وانا كنت دايما متابع ماتشات الزمالك من وانا صغير. الزمالك كان بيخسر من فرق في الفتره اللي فاتت اقل من الفرق دي، يعني اقل من فريق الشرطه مثلا. لا مارتا سولر جيبوتي مثلا، يعني ده اقرب مثال. بطل جيبوتي لو لعب بطل كينيا مين اللي يكسب؟ يعني كينيا، وكينيا فرق سكور يعني، كينيا في الكوره تاريخها كبير يعني، تاريخها اكبر كتير من بلد زي جيبوتي. فانا بقول لك المشكله الفتره الاخيره السوشيال ميديا بتعمل ضغوطات جامده جدا على الجميع، سواء لاعبين، سواء مجلس اداره، سواء جمهور. الفتره اللي فاتت دي كان في ضغط جامد جدا على فريق نادي الزمالك وعلى الجهاز الفني ومجلس الاداره واللعيبه، فكون ان انت ولسه في لعيبه داخله معاك جديد، فكون ان انت واللعيبه لسه راجعه من الاعارات، حسام اشرف ومحمود احمد محمود واكتر من يعني لعيبه كمان لسه داخله مع الفرقه، فكون ان انت تفوز في مباراه زي دي، انا وجهه نظري انا ما يشغلنيش الاداء، يعني انا ما ادورش على الاداء النهارده في ماتش زي ده، في ماتش زي ده انا ما ادورش على ده في الفتره دي. لا وانا بالنسبه لي كمينة بصراحه البطولات القاريه ما بدورش فيها على اداء يعني، يعني انا بدور على اداء في مباراه دوري نفس طويل، احنا عايزين مباراه بتجيب مباراه، لكن البطولات القاريه دي انا عايز اخطف واجري يعني، ادور على الاداء. ادور على الاداء في وقت معين، انا 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 دلوقتي محتاج عندي مباراتين ذهاب وعوده. لا مش وقت اداء، انا دلوقتي عاوز اكسب عشان اقف على رجلي، عشان داخل عندي مباراه سوبر، عندي مباراه عوده طبعا الاول ان شاء الله، مباراه العوده مع الشرطه الكيني شو. بعد كده هدخل على مباراه السوبر طبعا مع النادي الاهلي، السوبر الافريقي دي هنتكلم عنه. هنتكلم عنه، فانا بتكلم ان انا بستعد بقوه، فمحتاج ان انا ابقى داخل اللقاء السوبر وانا منتشي وانا فايز، لكن غير كده هدور على اداء ومفيش نتيجه، يبقى انا ما لا، يبقى انا اكسب الفتره دي واقف على رجليا، ولاني داخل على معركه قويه جدا ان شاء الله باذن الله، نقدر ان شاء الله باذن الله. انا متفائل خير، هنتكلم ولازم نتكلم لسه بقول لك قبل الحلقه ان شاء الله على لقاء السوبر الافريقي باذن الله. كابتن احمد عباس يقول لك دايما هم ثلاث خيارات، العب حلو واخسر، العب وحش واكسب، ولا العب حلو واكسب وتبقى حلوه لكل الناس. يقول لك يا سيدي ما تخليني العب حلو واكسب. فانا مش بقول لا يا جماعه مش مشكله لعبنا وحش بس كسبنا، مش بقول برضو نلعب حلو ونخسر، نفسي يبقى المعادله كلها الايكويشن ماشيه، نلعب حلو ونكسب. ولكن لاول مره من فتره بعيده دور نادي الزمالك يكسب في دور 32 بره ارضه. طيب مبدئيا جمهور نادي الزمالك يأبى ان يكسب المباراه دون اداء على مر التاريخ، احنا اسمنا نادي مدرسه الفن والهندسه، فلو الاداء النتيجه مش مقترنه باداء جيد الناس بتبقى غير راضيه، ودي ظاهره صحيه جدا. خلاص تعال بقى سريعا نحلل المباراه بتاعه الزمالك والشرطه الكيني رقميا وفنيا، عشان برضو الناس تربط ما بين يعني ايه رقميا ويعني ايه فنيا. مبدئيا انت حضرتك بتلعب اول مباراه في الكونفدراليه وانت لسه ما بداتش الموسم بتاعك، وانت في فتره انتقاليه ما بين موسمين،
فكون ان انا احقق النتيجه دي وكون ان انا احقق التارجت بتاع المباراه واكسب واخد الثلاث نقط ومباراه خارج الديار، فانت كده جبت 100% رقميا، انت حققت المطلوب منك. هل في نتيجه افضل من ان انا اكسب خارج الديار؟ لا. هل في نتيجه افضل من ان انا ارجع من كينيا ان انا كسبان 1-0 وارجع مباراه العوده هنا انا اوريدي ان شاء الله باذن الله قادر على الفوز او التعادل؟ لا، انت لو جبت جول خلصت. تمام، انا بقول اهو، فاحنا على الورق، على الورق وبالارقام، لا احنا كسبنا، احنا حققنا المرجو مننا. طيب هل المباراه كانت مطمئنه لجماهير نادي الزمالك؟ هل الاداء كان جيد بالنسبه لجماهير نادي الزمالك؟ هنتكلم وهنشرح بالظبط ايه اللي حصل خلال المباراه، والناس تحكم على المباراه من خلال التحليل بتاعها. مبدئيا كده فرقه الشرطه الكيني بدات المباراه بزون ديفنس بتراجع كبير جدا جدا، لدرجه ان لحد الدقيقه 18 كان نسبه امتلاك الكره لنادي الزمالك 81 مقابل 19 لفرقه الشرطه الكيني. صحيح. فده مؤشر جيد جدا جدا. ولكن سرعان بقى ما مدير الفني بتاع الشرطه الكيني تعامل بذكاء كبير جدا جدا مع المباراه، قدر ان هو يشوف ايه مفاتيح لعب الزمالك ويقفلها بشكل كويس قوي، وايه نقاط الضعف والمساحات اللي موجوده في الملعب ويستغلها. من بعد الدقيقه 18 تقريبا فرقه الشرطه الكيني كانت في نص ملعبنا اللي هو نص ملعب الخصم بالنسبه لهم. ده حقيقي. فكره ان انا اعمل اكتر من 241 باص في نص ملعب الخصم فده نجاح ليهم كبير قوي قوي. طب ده جه ليه؟ ده حصل ليه؟ مبدئيا طبعا زي ما قلت لك، اولا احنا السكواد بتاعنا منقوص، في لعيبه بتلعب في غير مراكزها، فما ينفعش نقصوا على المدير الفني او نقصوا على اللعيبه. لازم اقول لك داخل موسم جديد والباك ليفت بتاعي عمر جابر، برافو عليك، دي مباراه في فتره انتقاليه. وعلميا انت عشان حضرتك تبدا موسم جديد لازم تاخد من 4 ل6 اسابيع فتره راحه سلبيه، وزيهم تاخد من 4 ل6 اسابيع فتره اعداد بدني. فانت ما عملتش ده كله، انت بقالك 4 سنين مواسم متلاحمه، في لعيبه عندها ارهاق، في لعيبه لسه ما جهزتش، في لعيبه بتلعب في لسه لعيبه جديده، احنا المباراه بتاعت امبارح ما كانتش في لعيبه جديده. ففي لعيبه هم اوريدي اصلا منهكين مستهلكين، وفي لعيبه زي ما احنا قلنا برضو لسه داخله علينا، هنقول لو على اللعيبه بتاعت العرب. طيب هل دي كلها مبررات؟ لا، مش مبررات لجماهير نادي الزمالك. سريعا بقى هقول لحضرتك ايه اللي حصل في المباراه. زي ما قلت لك، هو لحد دقيقه 18 نادي الزمالك كان عنده امتلاك كبير جدا جدا للكره، نادي الزمالك كان ضاغط فرقه الشرطه الكيني بشكل كبير قوي، ولكن سرعان ما المدير الفني تيقن ده. حضرتك لما بتضغط فرقه عالي بيبقى في مساحات ما بين الخطوط، بيبقى في سبيس كبيره ما بين الخطوط. الثلاثي بتاع نص ملعب الزمالك البروفايل بتاعهم كان يجب ان يتغير. بمعنى ايه؟ انا بلعب بلعيب 6، بلعب باثنين قدامه 8، عبد الله السعيد وناصر ماهر. الاثنين بروفايل تقريبا واحد، الاثنين ما عندهمش واجبات دفاعيه كامله، الاثنين ما بيأدوش الادوار الدفاعيه بشكل كبير. فاصبح دلوقتي لما الفرقه بتاعت التا سرات ضغطتك عالي، مين الوحيد في وسط نص الملعب؟ دونجا. تمام. فكمان في حاجه مهمه جدا، دونجا كان بيكمل لحد بعد نص الملعب، ففي مساحه كبيره جدا ما بين لعيب رقم 6 وبين ال 18. حضرتك متخيل ان من خط النص لحد خط 18 المساحه دي فارغه، قدر المدير الفني بتاع الشرطه كده يستغلها بشكل كبير قوي، وشكل خطوره كبيره جدا جدا على نادي الزمالك. طيب امتى بقى، امتى نقدر نقول ان نادي الزمالك لا هو كان قادر يعمل ده؟ لما نبقى في نص موسم، لما نبقى بعد 10 ماتشات من بدايه موسم. ولكن زي ما قلت لك، هو في عوامل كتيره جدا جدا اثرت على ده، الى ان جت النقطه المفصليه في المباراه، وهي انا من هنا لازم احيي عبد الله السعيد بشكل كبير قوي. ومهما انا قلت ومهما اتكلمت عن عبد الله السعيد انا مش هديله حقه، واحد من اهم الصفقات اللي جت نادي الزمالك، واحد من اهم اللعيبه اللي بيقدموا ارقام على مستوى التحليل كمان مهمه جدا جدا، واحد بيأدي الادوار الهجوميه بشكل كبير والادوار الدفاعيه، لان في وقت من الاوقات اللعيب الوحيد اللي كان بيرد من نص الملعب ولا ناصر ماهر ولا دونجا كان عبد الله السعيد، اللي بينزل لحد 18 عشان يقطع ده. سريعا نادي الزمالك اتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا جدا، قدر ياخد منها اللي احنا عايزينه، ولكن ناقصنا كتير جدا في سكواد نادي الزمالك يكمل بالصفقات ان شاء الله. كابتن سعيد، عايز اسالك باستفاضه. ويمكن انا بكره جمله مفيش اكسجين وارضيه الملعب وحشه، ولكن دي حاجة واقعية وموجودة. الزمالك حقق مكسب كبير جدا، مش بس بالفوز في مباراة الذهاب 1-0، ولكن فوز معنويا، فوز نفسيا، واللي هنتكلم عليه كابتن عبد الله السعيد زي ما كابتن عباس قال كسر ارقام كتير. ولكن هل جمهور نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك يحط في الحسبان درجة الحرارة والاكسجين، نقص الاكسجين والملعب، ولا ده كله كلام نرميه ورا ظهرنا؟ لا، مفيش شك طبعا ان الجميع بيتاثر، سواء اللاعبين او جهاز فني، لكن طبعا اللاعبين عشان المجهود الكبير اللي بيعملوه اكيد طبعا بيأثر عليهم، لكن في لعيبه كتير متعوده على الكلام ده، ولكن بيأثر، يعني بدون شك بيأثر اكيد على
نشاط وحيويه اللاعبين داخل يعني الشوط التاني لما الفتنس قل شويه، ده ممكن يكون سببه ولا تراكم المواسم لسه سببه؟ لسه بيتكلم احمد دلوقتي بيتكلم في نقطه مهمه جدا، انت بقالك داخل على 4 مواسم ما فيش راحه، ففي يعني وداخل على موسم بدايه موسم جديد، وزي ما قلت انا ان في ضغوطات كبيره جدا الفتره اللي فاتت وبعض الانتقادات برضه، انت حاطط اللعيبه تحت ضغط وحاطط الجهاز الفني كل ده، كل المنظومه محطوطه تحت ضغط، فاكيد الحاجات دي كلها عوامل بتساعد ان انت برضه خلي بالك ما تاديش الاداء المطلوب، الى جانب زي ما احمد قال برضه دلوقتي ان في عندك بعض اللعيبه اللي لسه اللعيبه اللي هي الغيابات، عندك اللعيبه اللي هي لسه داخله عليك برضه، يمكن قلنا امبارح احمد محمود ابتدى يشارك، حسام اشرف كان موجود. انا شايف ان الفريق الفتره دي محتاج مكسب معنوي علشان الفتره اللي جايه، محتاج ان انت داخل زي ما قلت لك على لقاء مهم جدا، يمكن مواجهه الشرطه الكيني بالنسبه لنا مش هتبقى فيها مشكله قوي، يعني الزمالك اعتقد بنسبه 90% ان شاء الله صعد يعني تخطى العقب، لكن طبعا يعني مش معنى كده ان احنا طبعا اللعيبه هتنزل بتراخي، ولكن اللعيبه عارفه المباراه في الثانيه الكوره بتقلب، ولكن واضح انت لو جبت جول زي ما انت بتقول خلاص مطلوب يدخل فيك ثلاث اجوال فطبعا صعب جدا يعني، فالزمالك ان شاء الله يقدر يكسب 2 و3 و4 هنا في القاهره، لكن انا بقول فرصه كويسه جدا ان رجع لك بعض اللعيبه اللي هي جايين من الاعارات يا مينا، زي احمد محمود وزي حسام اشرف. انت امبارح كمان ابتديت يعني، انا كمان في لعيب تعرض لانتقادات كبيره جدا وزياد كمال لاعب NBA، خلي بالك ده لعيب كويس جدا، زياد كمال حصل عليه هجوم الفتره الاخيره، لكن هو لعيب ليه كويس. تفسر بايه الهجوم؟ يمكن انا عارف كويس ان زياد كمال لعيب كويس ولعيب كبير. لعيب كبير طبعا، انا متابعه من قطاع، انت عارف انا بغطي قطاعات الناشئين بقالي 10 سنين ومتابع زياد كمال من هو صغير، من لعيب كويس. ليه ما قدمش احسن فيرجن لزياد؟ هي الظروف خلي بالك، ممكن لعيب لسه داخل على الفرقه جديد، لسه الاجواء والظروف والدنيا ما تقفش معانا، ليه نزل في مباراه كان الفريق ما كانش موفق، لعب كوره اتقطعت منه جت دخلت جول، فتلاقي الدنيا مش يعني مش احسن حاجه، لكن مع الاستمراريه هيبان زياد كمال ده لعيب كويس جدا، لعيب بيلعب في نص الملعب، لعيب عنده ثقه في نفسه، هيبقى اضافه كويسه ان شاء الله باذن الله الموسم ده، باذن الله يكمل مع الزمالك، يبقى باذن الله له دور كبير معانا في الموسم ده. دخول طبعا احمد محمود، حسام اشرف، يمكن حسام اشرف كان احد ابنائي اللي كان اللعيبه اللي انا كنت جبتها نادي الزمالك لما جبته من دمياط. ليه ما خدش فرصه في مباراه زي هيلعب؟ لا لسه، ما هو برضه خلي بالك هو احتياجات مباراه يعني، انت ظهور الاول ناصر منسي خد، معلش هو ناصر على اساس انه برضه مش عايز يغامر بحسام اشرف ومش عايز يحرقه من البدايه كاول مشاركه ليه منذ يعني لحظه عودته لنادي الزمالك، فوارد جدا نشوف حسام اشرف المباراه اللي جايه ان شاء الله يبقى له دور كبير جدا، نجيب جول او اتنين وان شاء الله حسام يبقى موجود ويشارك بشكل كبير. عايز اقول ان احنا لازم الفتره دي جمهور الزمالك لازم يدعم، انا بشوف حاجات كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي مش عجباني، بشوف ناس يقول لك احنا هنعمل ايه ده احنا لا احنا ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب باذن الله نقدر نفوز بالسوبر الافريقي. حتى في الجزئيه دي انا متفائل والله، بيتكلموا في الصفقات ومش عاجبه ان طب ما كابتن عبد الله السعيد مين يعني مش احنا لسه جايبين دي صفقه عبد الله السعيد ولا ما يعتبرش صفقه لو هو من 7 8 شهور فاتوا تاخر قدومه طبعا نادي الزمالك، ولكن هو ما فيش شك ان هو عبد الله السعيد رغم من اقوى صفقات الزمالك زي ما كان عباس قال كل اللي جاي لعيب مهم جدا. عبد الله السعيد رمانه ميزان، اسطى ومعلم في نص ملعب زمان، ولعيب مهم جدا نادي الزمالك، الزمالك كان محتاج لعيب بالنوعيه دي، وعبد الله السعيد دخل بسرعه مع الفريق لو من اول ما جه على طول ما خدش وقت. قصه الصفقات طبعا انا مش يعني عايز اقول طبعا ان في زي ما سمعنا وزي ما اتقال ان في ناس مش عايزه الزمالك يضم بعض اللعيبه المميزه، يعني في اكتر من صفقه باظت بسبب برضه بيلعبوا في دماغهم وبلاش والكلام ده كله بيحصل، مجال الكوره بيحصل فيه الكلام ده كله، فالزمالك كان بيسعى ان هو يضم لعيبه كمان على مستوى عالي، ولكن الظروف اللي خارجه عن ارادته ما ساعدتش ان هو يضمهم، ولكن في كل الحالات احنا عندنا عندنا سكواد في بعض اللاعبين اللي مش موجوده في انديه اخرى، ونقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون الفتره اللي جايه دي، وانا بتكلم على مباراه السوبر بشكل خاص، ان احنا ان شاء الله انا متفائل ان الزمالك باذن الله يقدر يفوز ببطوله السوبر الافريقي ان شاء الله. كابتن عباس، ناس كتير اتكلمت ان عمر جابر ما ينفعش يلعب شمال،
ولكن جوميز كان مضطر لانه حمدي وبن تايك مش متسجلين في هذه المباراه، يمكن هيبقوا مجهزين من دور المجموعات. طيب فتوح ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله ربنا يفك مشكلته على خير يا رب، امين، ويرجع في اسرع وقت، وربنا يرحم المتوفي ويصبر اهله. هل كان هناك حل اخر لجوزيه جوميز ان احنا ما نستغناش عن عمر جابر في الناحيه اليمين؟ شحاته كان بيعاني الشوط الثاني، ثلاث ارباع الهجمات الخطر جت من ناحيه اليمين. عاطف لعب غير انه بيلعب هاف رايت او وينج يمين، لعب باك ليفت وادى فيها. وجهه نظرك كانت ايه احسن توليفه؟ طيب قبل ما اتكلم في النقطه دي، انا عندي تعليق صغير على موضوع الارهاق ومش الارهاق. طيب. وحاجه ايجابيه لازم احيي عليها جوزيه جوميز. اتفضل. جوزيه جوميز من المدربين اللي بيحب لما يروح مكان ممكن يبقى فيه نقص اكسجين ان هو يروح قبلها بثلاث ايام عشان اللعيبه يحصل لها ادابتيشن على الجو. طيب. انا لازم احييه. فلك ان تتخيل الزمالك لو ما كانش راح قبلها بثلاث ايام وراح قبلها بيوم، كانت القصه بتاعت الحاله البدنيه هتبقى سيئه جدا جدا. طيب نرجع بقى للحته بتاعت عمر جابر وناحيه الشمال. حضرتك دلوقتي الادوات اللي موجوده قدامك قليله جدا جدا، خصوصا ان المباريات الافريقيه بالذات بتحتاج لعيب عنده خبرات في الوقفات والتمركزات. عاطف لعيب كويس قوي وادى ده، ولكن ما عندوش الخبرات بتاعت التمركز في مركز المدافع. اوريدي اصلا عاطف بيلعب هاف يمين، لما استخدمته في بعض المباريات هنا في الدوري المصري ادى بشكل كويس قوي، بس فكره مهام المركز دي بتيجي مع الوقت. عمر جابر اوريدي باك رايت، ففكره مهام المركز بتاعت الباك هو بيعرف امتى يقابل، بيعرف امتى ياخد اللعيب اللي جاي ويطلع بيه بره، امتى يضم قلب الملعب، امتى يفتح الملعب عشان يستلم ويبدا هجمه. فواجبات المركز هي موجوده عند عمر جابر، اما بقى العدله بتاعت رجله اليمين او رجله الشمال هي دي اللي بتبقى فيها ازمه. طيب هنيجي بقى لحته محمد شحاته. في وقت من الاوقات انا كنت اتمنى التغيير ده يبقى موجود سريعا، فكره خروج ناصر ماهر، كنت اتمنى ان يجي محمد شحاته لقلب الملعب جنب عبد الله السعيد ويلعب احمد محمود، لان تاني تالت انا اقول لك على حاجه مهمه قوي. احمد محمود انا بشوف ان هو هيبقى واحده من اهم الصفقات لنادي الزمالك الموسم اللي جاي ده، ومش عشان عنده امكانيات فنيه فقط لا غير. احمد محمود لعيب عنده امكانيات ولعيب عنده شخصيه. كتير من لعيبه الكوره كان عندهم امكانيات فنيه كبيره جدا جدا، لكن فكره الشخصيه ان انا العب في فرقه كبيره دي ما كانتش. ليه ما بداش المباراه من الاول؟ دي يعني من وجهه نظري، يعني انت عندك باك رايت خبره وبروفيشنال زي عمر جابر يقدر يسد مكان الباك ليفت ويسد خانه. طيب هقول لك باك رايت انت جاي من الاعاره وجاهز وريدي. لا بس هو عامل الصح. هقول لك انا فكره بقى احنا كمديرين فنيين بتفكر ازاي. انا عندي لعيب جديد جاي. أيوة. واحطه في ماتش زي ده ما احرقوش، لان لا قدر الله لو الولد ده غير موفق انتهى. صح. لكن اما اديله الشوط الثاني او اديله 10 دقائق وربع ساعه انا بدخله في اجواء المباراه ويبدا ياخد الثقه اكتر واكتر. لكن لك ان تتخيل احمد محمود لعب من اول مباراه الزمالك كسبان 1-0، جه جون او اتنين من ناحيه احمد محمود، كل الناس هتقول ان هو صفقه غير جيده نادي الزمالك. لكن فكره الدفع باللاعبين في وقت معين يفيدهم ويفيد القيمه الفنيه بتاعه الفرقه وهو يظهر بشكل كويس، ده ذكاء من مدير فني. تمام. فزي ما قلت لك كنت اتمنى ان هو ينزل حتى على الاقل الشوط الثاني لو انت هتخرج ناصر ماهر ويلعب محمد شحاته بالادوار الدفاعيه بتاعته في نص الملعب. خد بالك محمد شحاته لعيب بيدي ادوار مزدوجه. ويعني ايه ادوار مزدوجه؟ يعني يقدر يديك في مركز 8 ويقدر يديك في مركز 6. محمد شحاته من اللعيبه اللي تقدر تطلع بيهم بالكره عليهم. ففكره ان انا يبقى عندي لعيب بالامكانيات ديت ويديني ادوار مزدوجه ده بيديني حلول في الخطه. فكنت زي ما قلت لك احمد محمود هيأديها بشكل كويس قوي قوي. احمد محمود كان قادر على اداء المهام الدفاعيه والهجوميه في وقت من الاوقات اللي هو زي خلال الشوط الثاني ولا حاجه. فعشان كده انت بتقول ليه عمر جابر لعب ناحيه الشمال، ما عندكش ولا لاعب في السكواد كله هو اوريدي باك ويقدر يأدي ده بشكل كويس. لكن الهيستوري بتاع عمر جابر مع نادي الزمالك في مركز الباك ليفت ادى بشكل كويس قوي. لكن ما ينفعش اجيب لعيب بيلعب هاف اصلا واديله مهام دفاعيه جوه البلان في مباراه بره الملعب وفي اجواء طقس مختلفه، وزي ما قلت لك المباراه الافريقيه بتبقى محتاجه لعيبه عندهم خبرات في التمركزات. فالعب محمد عاطف برضه خلص على محمد عاطف في مركز غير مركزه. فانا بشوف ان كان انسب حل هو عمر جابر، وتعديل ده بقى خلال المباراه لو انا عندي ديفو في المباراه وانا حسيت بيه يبقى انا اعدل في العدد اللعيبه الموجوده من داخل الملعب، اجيب زي ما قلت لك محمد شحاته في قلب الملعب والعب باحمد محمود ناحيه اليمين. فكره بقى الدفع بالاعراض وحسام اشرف، انا كان متابع المؤتمر الصحفي بتاع جوزيه جوميز والراجل قال حسام اشرف محتاج ان هو ياخد الفتره الجايه لما يجهز. فانا عايز اقف عند النقطه دي. يعني ايه لما استوقفتني النقطه دي؟ حسام اشرف مفنش الموسم مع البلديه، حسام اشرف كان رجله في الملعب لحد وقت قريب جدا، حسام اشرف شارك في كل المباريات الوديه اللي اتعملت في معسكر اسكندريه، فليه ما اخدش؟ ليه ما اديهوش؟ ليه ما يبقاش اللعيب ده نازل
هو عايز يثبت للناس كلها ان هو احق بالعوده لنادي الزمالك، خصوصا خد بالك دلوقتي بقى في منافسه كبيره جدا. كابتن سعيد كان ليه راي تاني في حته حسام اشرف؟ انا بقول لك هو ينزل الشوط الثاني. انا وجهه نظري، ما انا يمكن سالته قلت له ليه نزل بدل ناصر منسي، كان ليك رد انه شايف انه احسن له ما ينزلش في مباراه زي دي. هو زي ما اتكلم يا احمد في نقطه مهمه جدا ان وانا معاه فيها ان هو على احمد محمود ان انا يعني انا هرجع هربطها بنقطه بحسام. عمر جابر انا بس يعني كان قصدي على حسام النقطه اللي انت قلت عليها. انا بقول لك بقى جوزيه جوميز انا شايف ان هو كان محق جدا في ان عمر جابر يلعب ناحيه الشمال، مفيش غيره. لان عمر جابر تالق في المركز ده اكتر من الباك رايت. شوف انا بقول لك ايه، تالق مع الزمالك قبل ما يروح بيراميدز، مش عمل موسم، عمل اكتر من موسم مع بيراميدز ناحيه الشمال، كان بيلعب بشكل كويس جدا وانضم لمنتخب مصر، لعبها وحافظها عارف، وكان بيلعب ناحيه الشمال ولعب باك اصلا، هو باك فهو بيجيد جدا اللعب ناحيه الشمال. هو بس جاب شحاته ناحيه اليمين، هو صح ان هو ما بداش احمد محمود، لان احمد محمود لسه لعيب داخل على الفرقه زي حسام اشرف، فانا علشان اديله ما ينفعش اديله من البدايه، لان كده انت ممكن دي مغامره بالنسبه له. ممكن انت لو الولد ما اللي قدر الفرقه خسرت او ممكن ده كان سؤال يعني، كان حتى كابتن بس يقول لك حسام اشرف ممكن بدلا من ناصر منسي يديله بس ال 20 دقيقه دول. ما هي انا قلت لك مش مشكله، احنا برضو مش عايزين اللعيبه لسه جاي اول مباراه، مش عايز احكم على المدير الفني. فيش وقت عشان يتعمل لي ادابتيشن على الفرقه، فيش وقت عشان ادخل في الكيمستري. انت عندك اسبوع، المباراه يوم الجمعه، الاثنين هتسافر تلعب مباراه الجمعه برضه. ما انا ممكن ما احتاجهمش، انا ممكن معلش ثانيه واحده، انا ممكن ما احتاجهمش اصلا، ما انا ممكن ما العبش يوم الفتره اللي جايه. انا ما انا مش عشان انا بقى اجيب ده يلعب ويشارك، لا اجي على حساب فرقه. وبعدين برضه انا بحافظ على الولاد، ما هو لسه احنا لسه ما بداناش الموسم، الماتشات جايه كتير، وبعدين قصه مباراه السوبر عشان تدي مثلا احمد محمود او حسام اشرف في ماتش زي ده فيها صعوبه، فانت ممكن ما تكونش محتاجهم الفتره دي. ولكن بيدخلوا واحده واحده حسب اجواء المباريات وحسب النتيجه. يعني احمد محمود خد شويه خمس محط رجله، حسام اشرف ممكن الماتش الجاي ياخد شويه، لكن انا بتكلم بعد كده هيبقى عندك مباراه قويه جدا، هيعتمد بشكل كبير على السكواد اللي شغال بيه الفتره اللي فاتت والسكواد القوي، الا اذا احتاج بقى حد فيهم في أسوأ الظروف، لكن مش هيبقى الاعتماد عليهم. فهو دول لسه داخلين مع الفرقه، فيبتدي يعني واحده واحده كده يبتدي يزق اللعيبه دي. فدي كانت النقطه المهم اللي انا عايز اتكلم فيها. كان عندك تحليل عندي وجهه نظر بقى في فكره الدفع بحسام اشرف وليه ناصر منسي مش حسام اشرف. في بعض المراكز طب انت تفضل ايه؟ انا بفضل طبعا حسام اشرف. في بعض المراكز تقدر تدفع بيها بلعيبه وفي مراكز لا، بمعنى اللي فيها المغامره بمعنى انا فرقه مضغوطه وفرقه ضغطاني بشكل كبير قوي وممكن يحرزوا هدف، لا انا ممكن العب بسترايكر ومش هيبقى عليه ضغط زي ما العب بمدافع. طيب حل ايه اللي كان موجود والديفول اللي كنا شايفينه والضغط على شحاته؟ حضرتك كمدير فني عندك ادوات في الملعب، ابدا انا استخدم الادوات دي. لو انا عندي 3 في نص الملعب لعيب 6 و2 8 ابدا ادي تعليمات للعيب رقم 8 ان هو يميل على ناحيه اليمين ويعمل كفر لشحاته، او هو اللي يقابل الاول وشحاته يعمل كفر. ده ما حصلش، يعني انا كنت لازم ادي تعليماتي للعيبه اللي في الملعب لعيب 8 ايوه لعيب 8 انت تعمل كفر لشحاته وتبقى انت يعني دبل ديفنس. انت عارف يعني دبل ديفنس؟ واحد بيقابل واحد ثاني بيعمل كفر، دي لو عدى منه يقفل ثاني. فهي دي كانت هتقفل، انا كنت منتظر ده، كنت منتظر لعيب ياخد تعليمات من الملعب نفسه ما تعملش تغييرات خلاص، لكن لعيب من الملعب نفسه ياخد التعليمات دي واعمل لعيب من الملعب ايا كان بقى اللعيب اللي بيلعب 8 في الوقت ده. كابتن عبد الله عبد الله السعيد او حتى زياد كمال لما نزل ولعب دونجا في 6 و8 انا بتكلم لكابتن عبد الله انه دبل ديفنس. خد بالك اقول لك على حاجه، عبد الله السعيد عملها من نفسه الربع الاخير من عملها من نفسه يعني في وقت من الاوقات كان هو اللي بيغطي ورا شحاته، في كره من الكرات شحاته كان بره الكتر، دونجا بيقابل كره، دونجا اتضرب حتى بالمعنى كده باع نفسه، كره عدت منه اتلعبت في ال 18 قابل المسلوسي، الكره طولت، اللي لم من قدام اللعيب هو عبد الله السعيد. اعتقد الكره دي كانت في الدقيقه 38 تقريبا. انا عجبتني برضه الشوطه اللي شاطها كابتن عبد الله السعيد يعني عايز اقف عندها دي ولقيناها عند ال 18 مكان عمر جابر بالظبط. ايوه برافو عليك، هي دي الكره اللي انت قصدك عليها؟ هي دي لما بس لا هو كان يعني قف جوه شويه في كره ثانيه كان بيغطي. فهو ده الدور اللي عمله عبد الله السعيد من واقع خبره عبد الله السعيد، ان انا عارف وعندي درايه كافيه ازاي وامتى اغطي في المكان الفاضي. في امثله دايما بنقول احنا كمدير فنيين، لما مثلا لو في كره ثابته او كورنر او بيطلع اللعيبه اللي عندها اطوال، مين اللي بيكفر حته الديفنس دول؟ الباكين القصيرين او اقصر ناس في الملعب. ففكره ان انا عاملها مني نفسي دي خبرات متراكمه عند عبد الله السعيد كبيره جدا جدا، فانا طبعا بحييه، ولكن كنت اتمنى ان التعديل جوه الخطه او استخدم الادوات الموجوده هي اللي تغطي الحته دي بشكل كبير جدا. كابتن سعيد، هل الفوز بيدي اريحيه لجوميز في ماتش العوده انه يعني ما يكتش اللعيبه الاساسيه اللي قدامنا، وفي حاله التقدم هنا ان شاء الله زي ما قلت حضرتك 1-0
الشوط الاول دي خلصت قتلت المباراه تماما، هيكون بعدها باسبوع بالتمام والكمال مباراه النهائي، ويكون بعدها بثلاث اربع ايام سفر، ساعتها نقدر نسحب كل اسين، نسحب زيزو، نسحب عبد الله السعيد، ناصر ماهر، حتى لو هندي الشباب، حتى لو هندي اللعيبه اللي موجوده اللي في السكواد. انا عارف الصفقات الجديده مش هتلحق تحضر البروفا الاخيره او اللاست دانس زي ما بيقولوا. طبعا انا طبعا متفق في النقطه دي، ان انا لو خلصت مباراه الشرطه لو جبت هدف بس الشوط الاول خلص 1-0 عندي بقى ريحيه ان انا ابتدي بقى ادي حسام اشرف، بس برضه خلي بالك التغييرات او التبديلات اللي تتعمل مش اي حاجه وخلاص، ما انا برضه عشان احافظ، ما انت ما تضمنش الظروف على الاقل مثلا ان انا ممكن لا قدر الله اتلط بجون باتنين حتى لما لا انا برضه لازم احافظ ولازم ان انا اعزز الفوز، لكن في نفس الوقت ابتدي زي ما قلت انا حته انك تغامر في لعيب براس حربه دي ما فيهاش مشكله، دي ما تعملكش مشكله ليه؟ لكن الحته اللي تحت دي الغلطه بفوره زي ما بيقولوا، يعني احمد محمود لو لعب مثلا وكان الغلطه بتخلص على اللعيب، بتخلص على اللعيب غلطه واحده، يعني احنا شفنا رفاعي اللي هو المساك لعب مباراه كانت ما بعرفش مباراه الداخليه او ايه وجه هدف غلطه كله، يعني حصل هجوم شرس عليه، فاحنا مش عايزين برضو ان الصفقات دي خلاص موجوده السنه دي، فاحنا ان شاء الله باذن الله في الوقت المناسب اللعيب يبتدي ياخد الـ 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 الدور بتاعه. انا لو قدرت ان انا كجوميز بقى كمدير فني قدرت ان انا اتقدم في المباراه ابتدي يعني عندي بقى انا لو منه الصراحه اسحبهم كلهم في وقتها ما انا اخاف على اي حاجه. استاذ حضرتك سؤال، هل يبقى عليك الجراه الكفايه او جواك جراه كفايه انك تبدا المباراه من غير النجوم؟ لا ما ينفعش في المباراه اللي جايه دي. ليه بقى؟ ما احنا برضو بص احنا عارفين احنا بنتكلم في نقطه اللي ممكن نشتغل فيها ان هو يبدا المباراه ويبتدي يتقدم واحد واحد. ابتدي اغير، انا مش مستعجل على حاجه. ما انا بص انا برضو خلي بالك انا مش هبقى عايز العب الناس وخلاص، لا انا عايز اكسب وانا ما حدش هيصبر عليك، فانا دلوقتي انا تقدمت عندي بقى ممكن اريح اللعيبه بقى اللي كان عليها لود كبير قوي الفتره اللي فاتت زي عبد الله السعيد زي زيزو حمزه المسلوسي برضو، بس التغييرات في الحته اللي ورا دي بتبقى فيها مشكله شويه في حته الخط الدفاع. عندك مثلا حد زي سيف الدين الجزيري مصطفى شلبي ده اللي اقدر يعني ابتدي اتحرك فيه، ابتدي بقى اشوف بقى مثلا عندي ايشو لكن مش من اول المباراه ابتدي اجهز شيكابالا. شيكابالا محتاج ان هو الفتره دي ياخد يعني شيكابالا يشوف، احنا طبعا من اللعيبه الاساسيه بس هو شيكابالا بتاع المباريات الكبيره ما انا برضو عايز ان انا رجله تبقى في الملعب، لا ممكن احتاجه في المباراه السوبر في النهائي ينزل في ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه يكسبني المباراه، فلازم يبقى برضو رجليه في الملعب. عندي بقى ابتدي اشوف احمد محمود، اشوف حسام اشرف، اشوف ايشو، ابتدي برضو فرصه ان انا ادفع بلعيبه انها برضو بتحافظ لي على نفس الليمت او ان انا ابقى افضل كمان، وفي نفس الوقت انا بريح النجوم الكبيره علشان ادي اريحيه على قد ما اقدر، وانا شغال وانا بكسب لازم اشتغل في الحتتين ان انا ادفع بوجوه جديده من غير مغامره وفي وقت مناسب، وفي نفس الوقت كمان ابتدي ادي اكبر قدر ممكن من الاريحيه ومن الراحه للعيبه الكبيره زي زيزو زي سيف الدين الجزيري علشان هحتاجهم كتير، لان عندهم مخزون كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، لاعبين كتير وعندهم اجهاد وعندهم تراكم طبعا مباريات عدد كبيره، فانا محتاجهم الفتره اللي جايه، فابتدي ان انا يعني ايه زي ما بيقولوا دي محتاجه ذكاء المدرب او الكوتش ان انا امتى اريحهم وامتى يبقوا موجودين في الملعب. يمكن عندي كلام كتير عن مباراه السوبر، عايز ازود حاجه عايز بس حاجه تعليق على مباراه العوده. انا مش مع ان هو يريح اللعيبه في بدايه المباراه ابدا، لان فرقه الشرطه الكيني بتتميز بحاجه مهمه قوي هتبقى بشكل خطوره جدا كبيره جدا علينا، حضرتك هم هيلعبوا زون ديفنس حلو، حاجه هتبقى ضاغطهم عشان تجيب جون وتخلص المباراه بدري، هم بيعملوا تحولات هجوميه رهيبه، فحضرتك ما تريحش اللعيبه الاساسيه فيدخل فينا جون فنتازم ودي بطوله، فلا العب بالسكواد الاساسي، قدرت ان انا احسم النتيجه بدري فارق هدفين فارق ثلاث اهداف، ابدا ادي لعيبه، وانا لازم احيي جوزيه جوميز على اللي عمله المباراه اللي فاتت. جوزيه جوميز حاطط ثقه كبيره جدا في ايشو، ايشو من اللعيبه اللي انا متنبئ ليهم ان هم ان شاء الله الموسم ده هيقدم موسم كبير جدا، فكره ان انا احط لعيب زي ايشو وهو لسه صاعد مكان لعيب كبير زي زيزو في مباراه صعبه زي دي، فدي ثقه كبيره جدا في امكانيات جوزيه جوميز، ففكره التبادل والتوفيق دي تيجي امتى؟ بعد ما يبقى النتيجه فيها اريحيه كبيره، ومش حتى خلال الشوط من بدايه الشوط الثاني، لا بعد مرور حوالي ربع ساعه من الشوط الثاني يكون اطمئنيت بشكل كبير قوي، ابدا ادي لعيبه رجلها اوريدي في الملعب مش لعيبه بعيده عن الملعب.
عايز اتكلم عن مباراه سوبر افريقيا، ويمكن نحط مع بعض الخطه والفورميشن والسكواد والظروف، وعندنا لعيبه بالجمله، لكن استاذنكم واستاذن الساده المشاهدين عندنا فاصل. لكن قبل الفاصل يعني زميلنا مراد ابو جلال، واحد من يعني المراسلين اللي بيكونوا موجودين مع نادي الزمالك، انا بطمن بشكره على مجهوده، عمل لنا لقاء مع المسلوسي في كينيا، لقاء حصري على شاشه قناه نادي الزمالك. تعالوا نشوف اللقاء ومنه الفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الزملاء الاعزاء. مرحبا بكم اعزائي مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان. بالتاكيد يمكن على هامش معسكر نادي الزمالك، ويمكن في اليوم الاخير لينا هنا في كينيا، هيكون منورني ومشرفني طبعا نجم نادي الزمالك ومعشوق جمهور الزمالك دلوقتي بالتاكيد كابتن حمزه المسلوسي، اللاعب المقاتل، اللاعب الراجل، اللاعب اللي بالتاكيد اثبت نفسه في كل المراكز الدفاعيه لنادي الزمالك. كابتن حمزه مرحب بيك، منورني ومشرفني ودايما بتنورني كده حبيبي. لا ده بالعكس، انا يعني برحب بك اكتر وبرحب بكافه جماهير نادي الزمالك. ربنا يخليك كابتن. اكيد يا كابتن انت عارف يعني حب كابتن حمزه في قلوب جمهور الزمالك عامل ازاي. اكيد جمهور الزمالك متابع كابتن حمزه بقوه. جمهور الزمالك بيشكرك جدا على الاداء، بيشكرك جدا على ان انت دايما في اي مركز دفاعي بتطلب بيلاقيك. كلمنا بقى كابتن على ماتش امبارح، شفت ازاي الماتش؟ ويمكن كان في بعض صعوبه شويه كابتن في الماتش بتاع امبارح. اول حاجه يعني جمهور الزمالك حاجه يعني فريده من نوعها بصراحه، يعني لقيت كل الدعم وكل الحب. واقل حاجه اي لاعب في النادي بتاعنا هذا لازم يعطي، يحط قلبه ويحط روحه كل في الملعب على جال، باش ان شاء الله يعني نتوجوا بالقاب ونسعدوهم. بالنسبه لماتش امبارح، ماتش ما كانش سهل، اول ماتش لينا في السيزون كما تعرفوا، يعني منزلت حتى يعني مازلنا مانيش فت 100%. خارجين من يعني معسكر صعب كله، يعني تحضير بدني، دونك يعني عادي باش تلقى الناس مش فت 100%، وكنا نجم نكونوا يعني نخرجوا بافضل يعني من 1-0. وما تنساوش زاد فما حاجه اللي هي معامل كبير، اللي هو ارتفاع بتاع نيروبي كينيا 1700 متر فوق سطح البحر، تخلي فما حرقه في التنفس، مش حاجه طبيعيه. يعني هم يمكن عادي عندهم متعودين، لكن احنا كنادي الزمالك مش عذر هذا. نقعدوا بجماهير بتاعنا ان شاء الله في الماتشات الجايه، ان شاء الله نكونوا احسن اداء ونتيجه ان شاء الله. حمزه ان شاء الله يعني السنه دي طبعا احنا كنا ابطالكم فترات الموسم اللي فات، السنه دي ان شاء الله شايف من اللاعبين كده خلال طبعا تواجد حضرتك معاهم ان في رغبه واصرار ان شاء الله نكون البطوله بتاعتنا السنه دي ان شاء الله. هو صحيح الكونفدراليه السنه اللي فاتت كانت من اول ماتش لينا من بعد ما تعدينا من ارت السولار، كنا يعني قعدنا ما بين بعضنا وقلنا لهذا يعني هذا الكاس بتاعنا. كيف زاد الماتش هذا، عملنا محاضره امبارح لعيبه مع بعض وتكلمنا مع بعضنا وقلنا اللي لازم ناخذها الكونفدراليه هذه، الكونفدراليه الثانيه ان شاء الله تكون عندنا، وذاك قدر نادي الزمالك يلعب على يعني على التتويجات وعلى المراتب الاولى. كلمني بقى كابتن حمزه طبعا على المباراه اللي بعد القادمه، يعني القادمه ان شاء الله الجمعه الجايه العوده مع فريق كيني، بعد كده بقى مباراه السوبر، اكيد دي مباراه ليها مكانه خاصه لجمهور الزمالك. شايف ازاي المباراه يا كابتن، خاصه في ظل طبعا ان المباراه هتكون في السعوديه ان شاء الله؟ بالطبع مباراه ضد الاهلي وسوبر افريقيا عندها طعم خاص، وخصوصا عند الجماهير وعند اللاعبين برضو. ان شاء الله حاضرين، ان شاء الله اول حاجه التوفيق يعني يكون في حالفنا. كما تعرفوا تجم تكون احسن من المنافس وما تكسبش الماتش، هذه تفاصيل صغيره، ان شاء الله نطلبوا من ربي يوفقنا، وبحول الله باش تلقاو رجال في الملعب نعملوا اللي علينا والباقي على ربي ان شاء الله. صراحة كابتن حمزه مرتاح في مركز المساك يا كابتن؟ يعني انت شايف ان مركز المساك انت مرتاح فيه؟ انا والله بلعب في اي مركز مرتاح عادي، يعني ما مش مشكل العب مساك، العب كرايت، العب كليفت، يعني انا اللي حطني انا بادي فيه، وفي مدير فني وفي ناس يعني تحكم. يعني انا بنزل الملعب حط اللي عندي، بحطه وحش ولا حلو بحط اللي عندي وخلاص. لكن بصراحه يعني في المساك لقيت يمكن لقيت روحي مرتاح اكثر، بحكم اللي يعني لعبت مع فيريرا في ثلاثه مدافعين، دونك خذيت شويه خبرات فيها. ومع الماتشات بالطبيعه يعني اكثر حاجه هي تتحسن وتطور في الاداء هي الماتشات ورا بعض. الحمد لله واحد خذا الصنعه شويه كما يقولوا فيها، وان شاء الله مزيد من التالق للنادي بتاعنا ان شاء الله. اخيرا بقى كابتن حمزه، شايف سكواد الزمالك ازاي وشايف الاضافات الجديده ازاي يا كابتن؟ والله طبعا اي اضافه تجي للنادي نرحبوا بها بطبيعه، حاجه يعني تشرف وتفرح.
ونادي الزمالك بما حضر كما يقولوا فيها يعني بالاضافيات ومن غير اضافيات لازم اللي يلبس تيشيرت نادي الزمالك يعرف روحه شنو قادم. مش سهل وراك ملايين جماهير، مسؤوليه كبيره وكبيره برشا، دونك مسؤوليه كبيره علينا وان شاء الله نكونوا قادة ان شاء الله نفرحوا الجماهير العريضه اللي تستحق فرحه بصراحه. اخيرا كابتن حمزه الاوهاجي، رساله لجمهور الزمالك يا الامري. جمهور الزمالك نقول له خليكم ديما في ورانا، ماما ورانا، كنا رجال في الملعب ان شاء الله، ونحبكم معنا في السراء والضراء، واحنا ان شاء الله السنه دي نفرحوكم ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حمزه، شكرا، شكرا جدا، نورتنا يا كابتن. شكرا كابتن. يعني طبعا لقاء خاص جدا مع كابتن حمزه المسوسي نجم نادي الزمالك اللي فتح قلبه معنا واتكلم على كل حاجه تخص الفريق، يعني كل الامنيات الطيبه ان شاء الله. احنا باذن الله الطائره هتطلع الساعه 5 فجرا من هنا، نكون ان شاء الله في القاهره الساعه 11 باذن الله، تكون وصلت باسة سلامه الزمالك بسلامه الله الى مطار القاهره باذن الله. شكرا. على الرغم من تسجيل الإسماعيلي هدف التقدم بعد مرور 30 دقيقة بواسطة محمد صلاح أبو جريشة، إلى أن جماهير الزمالك العريضة التي ملأت جنبات استاد القاهرة الدولي كانت على ثقة بعودة الفارس الأبيض، وهو ما حدث بالفعل. الزمالك عانق لقب كأس مصر موسم 1998-1999 عن جدارة واستحقاق تحت قيادة المخضرم محمود أبو رجيلة، بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة في ليلة 28 من مايو من عام 1999. الجوكر حسام عبد المنعم كان له الفضل في معادلة الكفة وتسجيل هدف التعادل بعد 9 دقائق فقط من تقدم الدراويش، وقبل النهاية ب7 دقائق وضع سامي الشيشيني فرسان ميت عقبة في المقدمة مضيفاً الهدف الثاني، ومع الصافرة عزز طارق السعيد التقدم الأبيض بالهدف الثالث ليعانق النادي الملكي لقب كأس مصر للمرة 19 في تاريخه. ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من عبد الواحد السيد وسامي الشيشيني، حسام عبد المنعم، وبشير التبعي، وعمر فهيم، وطارق السيد، وأيمن عبد العزيز، ومحمد كمونة، وأحمد عبد الله، وطارق السعيد، وعبد اللطيف الدمامي، كما حل من دكة البدلاء كل من أسامة نبيه وعبد الحميد بسيوني. مشوار الزمالك في كأس مصر موسم 1998-1999 بدأ بسداسية في مرمى القنطرة بدور 32، ثم الإطاحة بغزل بورسعيد بسداسية جديدة في ثمن النهائي، وخماسية أمطر بها نجوم القلعة البيضاء شباك مزارع دينا في ربع النهائي، ثم إزاحة المنصورة بهدفين وبلوغ النهائي والتفوق على الدراويش بالثلاثة. عاش الزمالك ملكا متوجا بالألقاب والكؤوس والدروع. كابتن سعيد، انت المدير الفني، التشكيل الموسيقى، كابتن احمد عباس عمال يبص كده، هو متحفز لي. لا حرص والله متحفز لي يعني اللي انا قلته في الفاصل ده. لا سيبك من الفاصل، احنا قدام الناس دلوقتي وعلى الهوا. حضرتك المدير الفني يا كابتن سعيد، التشكيل المتوقع او التشكيل اللي حضرتك شايفه الاصح لخوض هذه المباراه الهامه. طيب هنقول ان محمد صبحي هو اللي شغال الفتره اللي فاتت، محمد هو صبحي المره. تمام، هنيجي بقى الاختلاف اللي موجود في حته البكره الباك ليفت، وده اختلفنا فيه في الفاصل يعني. وانا ليه راي وانت ليك راي واحمد وكابتن احمد له راي. تمام، انا وجهه نظري الشخصيه ان انا لازم اشتغل بنفس التشكيل اللي لعبت بيه المباراه اللي فاتت، اللي هو عمر جابر ناحيه الشمال بيوجد فيها كويس جدا. تمام، ما عنديش طب عمر جابر باك رايت، طب انا ما عنديش باك ليفت، لا يبقى عندي محمد، عندي حمدي، المفروض ان هو لا انا اعتقد ان هو مش هيبدا بيه. اقول لحضرتك الصفقات الجديده اللي بتلعب في المراكز دي، حمدي وبنتايك الناحيه الشمال، محمود الناحيه اليمين العائد من الجونه
احمد دول اللعيبه اللي ممكن حضرتك تستخدمهم في الخط الخلفي تقريبا. عندناش ثيرد باكات، هم اثنين معروفين. بص هقول لك على حسام ومسلوس. عنده المباراه اللي جايه، المباراه العوده امام الشرطه الكيني. خلي بالك ممكن حد يدخل المباراه دي يبقى جاهز، يعني يبتدي يديله انطباع ان هو ممكن يبدا ماتش الماتش. بس مفيش صفقات تقدر تلعب المباراه دي. هي دي يعني لا انا بتكلم مثلا على احمد محمود مثلا. هو حسام اشرف ممكن. حسام اشرف يعني انا بس انا بتكلم في الحته اللي رايت. يعني احمد محمود افترضنا نزل، يعني هو اداله شويه، ممكن وارد يكون بيجهزه للمباراه السوبر. اداله المباراه اللي فاتت 10 5 دقائق، المباراه الجايه ممكن ياخد نص ساعه. كابتن سعيد دود فيها يحط مين في خط الدفاع؟ الاربعه اللي ورا. انا اللي بقول لك الاربعه اللي ورا نفس الاربعه الموجودين، عمر جابر باك ليفت، حسام ومسلوسي، وباك رايت محمد شحاته. قدامهم بقول لك نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد. ماشي. قدامهم مصطفى شلبي، ناصر ماهر، احمد مصطفى زيزو، وسيف الدين الجزيري. ممكن المكان الوحيد اللي ممكن اتحرك فيه هو مصطفى شلبي. تلعب مين؟ الاعب طبعا اللي هو كونراد. طب هسال سؤال ده اللي ممكن. بس يعني ده اللي ممكن. بص استاذك بيضحك ازاي الكاميرا وتجيب كابتن عباس ويبقى مفاجاه المباراه. طيب انا هسال سؤال عشان اروح لكابتن عباس واخد تشكيل. قول اتفضل. مجلس اداره نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك كان مصر على التعاقد مع صفقات قبل الديو ديت عشان يخشوا في قائمه مباراه السوبر افريقيا. جميل. وهم بن تايك، عمر فرج، كونراد، وطبعا الصفقتين اللي جم الاعاره واللاعب السنغالي الجديد. ماشي. برضو مع كل هذه الصفقات حضرتك بتقول انه نلعب نفس التشكيل، تغير لعيب واحد بس. اغير لعيب واحد وبعدين هيبقى عندي كام تبديل بره؟ عندي 5 تبديلات. ما انا مش لازم. التبديلات بتبقى معظمها في الناحيه الهجوميه. ماشي. يعني مش هخرج باك ليفت وانزل باك ليفت. طب ماشي، ما انا اللعيبه اللي جايبها انا كلهم في الناحيه الهجوميه. انا ما جبتش حد مدافع. مين اللي جبت مدافع؟ غير بنتايج اللي هو الباك ليفت. وحمدي باك ليفت. الناحيه الشمال. ما دي اللي عامله لك غربله، خد بالك. بقول لك هم الاثنين يعتبروا مركز واحد، يعني واحد فيهم. فانا بعتبر ان الاثنين واحد. فانا هتحرك في النص القداماني زي ما بيقولوا، او لو التلت القداماني او من اول نص الملعب. عندي اللعيبه دي ممكن احتاجها في اوقات من المباراه. ما انا مش ما انا في لعيب يبقى عنده مدرب عنده احسن لعيب في الفريق وما عاده بره ورقه رابحه، فانا هيبقى عندي لعيبه كتير موجوده، لعيبه كويسه موجوده معايا بره. وبعدين انا مش شرط ان انا اجيب كل اللعيبه، ان انا اشارك كل اللعيبه. ما انا كده ممكن التجانس اللي موجود مع اللعيب، ممكن انزل كذا لاعب تيجي عليا انا باثر سلبي، ان انا اللعيبه دي لسه مش متجانسه، لسه ما لعبتش مع بعض، فهتلاقي كل لاعب في حته، وانت فاهم وجهه نظري. فانا بشتغل بالمضمون. ايه المضمون؟ بيلعبها لمسه ولعبه. بيلعب السهل. بلعب المضمون دلوقتي. تمام. الناس اللي هي موجوده وشغاله ممكن ابتدي ابدا بواحد او اثنين. عمر فرج ممكن يبقى له دور في الشوط الثاني. عندي اللاعب السنغالي ممكن يبقى له دور في الشوط برضه في الشوط الثاني. يبقى عندي ممكن يبقى عندي حلول ثانيه. لكن انا مش عايز ان انا اجيب اللعيبه يلا العب عشان اراضي. لا، انا عايز اكسب المباراه. مش هبص بقى ان انا راضي السوشيال ميديا ولا راضي الناس هتهاجمني. انا اشتغل الصح. ايه الصح؟ ومن وجهه نظري بقى ككوتش كمدير فني، وجهه نظري الشخصيه ان انا اشتغل بنفس التشكيل. ممكن زي ما قلت لك باستثناء مصطفى شلبي يكون، ومصطفى شلبي لما بينزل برضه ساعات بيأدي بشكل كويس. تمام. كابتن عباس تتفق ام تختلف؟ طبعا قبل اي حاجه انا بحترم كابتن سعيد لطفي ورأيه طبعاً، يعني حتى وإن اختلفنا طبعاً. لا طبعاً. الاختلاف ده ظاهرة صحية، واختلافنا شيء جميل جداً ولكن في النهاية أنا برضو عندي وجهة نظر. طيب. وهي حراسة المرمى، وهي محمد صبحي في حراسة المرمى لأنه بيبدأ برجله كويس. تاني بس عشان الناس شايفه ان محمد صبحي بياخد اكتر ليه؟ لان عنده الميزه دي شويه عن عواد، فشايفها جوزيه جوميز فيه ان هو بيبدا على وفايق عن عواد الفتره اللي فاتت. خلينا صراحه يعني طيب. فايق هو اللي راكب قلبين الدفاع ما فيهمش تغيير، لان ما ينفعش اغير في قلبين الدفاع في مباراه فجاه كده، مباراه كبيره، فحسام عبد المجيد والمسلوسي. تمام. يبقى عندي بقى وجهه نظر مختلفه تماما عن كابتن سعيد لطفي، وفكره الباك ليفت. حضرتك كنت بتضغط نفسك كمجلس اداره وبتضغط نفسك كلجنه بتدير الصفقات عشان اجيب قبل يوم 12. الجمهور كله شايف، مجلس اداره كنا بنسمع ان الناس ما بتنامش لحد الساعه 4 و5 عشان قبل يوم 12 اجيب الصفقات اللي تلعب السوبر. فما ينفعش انت حضرتك كمدير فني اجيب لك صفقتين اثنين لعيبه كويسين قوي وتقول لي لا انا هلاعب عمر جابر، واحد اجنبي وواحد من لعيب. وهقول لك ليه هلاعب عمر جابر ناحيه اليمين، عشان انا هستغل شحاته في حاجه ثانيه خالص. المهم فانا وجهه نظري واحد من الاثنين، انا مش انا على درايه مين اجهز فنيا وبدنيا. لا من وجهه نظرك لا، بس انت متابع. انا عارف الكابتن طيب، بس متابع. محمد حمدي لو انا مدير فني احط محمد حمدي لو اجهز فنيا. ليه؟
لان دي وجهه نظر اتكلمنا فيها برضه في الفصل انا وانت، ان هو اوريدي لعيب لعب في مصر وعارف اجواء مباراه القمه وعارف النادي الاهلي، فهيبقى رجله اجهز في الملعب. خلاص حمدي باك ليفت، عمر جابر باك رايت، لان برضه تاني وتالت انا هلعب على لعيب كويس قوي في النادي الاهلي حسين الشحات، فمحتاج لعيب يلعب اوريدي عنده ادابتيشن في المركز ده بقاله 10 15 سنه، عارف الواجبات بتاعه المركز، عارف البادي بوزيشن بتاعه في المواجهه وفي المقابله للعيبه اللي جايه. فعمر جابر لا خلاف عليه، زي ما قلنا حمدي بنتايك الاحتياطي بتاعه، عمر جابر، احمد محمود الاحتياطي بتاعه. هنيجي بقى للثلاثي، ده لو حصل اي حاجه بعد شهر دول اللي ينزلوا على طول. خلاص بص انا لازم اشتغل تمبلت بقى ان هم اللعيبه اللي بيلعب باك رايت يلعب باك رايت، باك ليفت باك ليفت، انا هبدا موسم جديد. طيب نيجي بقى للثلاثي بتاع نص الملعب، برده تاني وتالت دونجا يعني لازم نهمس في اذنه بكل حب وود، دونجا لازم تاني وتالت ورابع يبقى عندي تركيز بشكل كبير قوي 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 في الملعب وفي الخروج بالكره، لان انا بعمل اخطاء في اماكن ما ينفعش اعمل فيها. ما ينفعش ان انا العب بحد غير دونجا، ما ينفعش اجيب زياد كمال احطه في مباراه زي ديت واوريدي زياد كمال لعيب سته كويس، فانا هبدا بدونجا في لعيب رقم سته. طيب الاثنين بقى اللي قدام او الاثنين اللي بيلعبوا جنب دونجا مين؟ كابتن عبد الله ونص. هقول لك بقى، لا انا عندي وجهه نظر، هلعب بعبد الله السعيد وهو مايل شويه ناحيه عمر جابر، الثمانيه اللي ناحيه عمر جابر، وهلعب بشحاته وهو مايل ناحيه الباك رايت الباك ليفت الجديد. طب ليه؟ اولا انا مش هينفع العب مع النادي الاهلي جيم مفتوح واضغطه من فوق، نو واي ان انا اعمل ده في الوقت ده والظروف دي. لا ده وجهه نظري كمدير فني، ممكن جوزيه جوميز يكون عنده وجهه نظر ثانيه، انا ما بقولش خطه هيلعب ناحيه ثانيه مارسيل كولر هيكون عايز يلعبك ازاي. انا هقول لك اهو، انا هقول لك اهو، فليه هلعب شحاته ومايل ناحيه اللعيبه الجديده او الباك ليفت الجديد؟ عشان يغطي لي الحته دي ويعمل لي كفر عند الحته اللي بيلعب فيها بيرستاو اللي بيتميز بسرعات كبيره جدا. فحتى وان الباك ليفت اللي موجود ده سواء محمد محمود او سوري محمد حمدي او بنتايك، فهنقول محمد حمدي هو لازم يبقى لعيب فيه دايما الدبل ديفنس موجود في الحته دي، ونفس الكلام يتعمل الناحيه الثانيه. طب ليه الناحيه الثانيه ما قلتش شحاته قلت عبد الله السعيد؟ لان اوريدي عمر جابر اصلا باك ليفت وبيلعب مع النادي، سوري باك رايت وبيلعب مع النادي، فهو جاهز. طب مين مفاتيح لعب كولر في الحته دي في النادي الاهلي؟ ناحيتين احنا النادي الاهلي عمل صفقات بص النادي الاهلي عمل ثلاث صفقات قلوب دفاع او المدافعين وعمر الساعي. ففكره ان انا هتوقع مش هتوقع، لا هو النادي الاهلي هيلعب ناحيه الشمال بيرستاو، ناحيه اليمين حسين الشحات والمهاجم الفلسطيني، والثلاثي بتاع نص الملعب اللي هو مروان عطيه وامام عاشور شفت نفس الهلال القديم مش هيبدا بكتير. بس هقول لك انا بقى هقول لك هو ما عملش صفقات، هو ما عندوش نواقص يعني، هو عنده بدل اللعيب في المركز الكبير ده كمل 11 خلاص. يبقى انا كده حطيت لعيب محمد حمدي من الصفقات الجديده. الثلاثي بقى الهجومي زيزو طبعا ناحيه اليمين ما فيهاش كلام، وكونراد هحطه ناحيه الشمال والجزيري. هتقول لي ليه هتحط كونراد مش مصطفى شلبي، وهتقول لي ليه هتحط الجزيري مش عمر فرج مثلا؟ هقول لك انا هحط كونراد هنا عشان لو هشتغل على التحولات الهجوميه، انا شفت ان كونراد ده واحد من افضل اللاعبين اللي عندهم سرعه بالكره مش من غير كره، وتفرق وتفرق في لعيبه كتير عندهم سرعه من غير كره، يعني العب كره في مكان واثنين واحد على واحد يجري اسرع لكن فكره الكنترول بالكره والسرعه دي ميزه بتدي افضليه للعيبه كتير جدا جدا. فهو عنده دي بشكل كويس، فلو انا هشتغل على التحول الهجومي ده يقدر ينقل لي للثلث الهجومي بشكل كويس قوي. طب ليه الجزيري مش عمر فرج؟ لو انا هشتغل زون ديفنس والعب على التحولات او الكرات الطويله، انا محتاج مهاجم ياخد في ظهر المدافعين وعنده سرعه. طيب هل عمر فرج شفناه بيعمل دي؟ انا ما شفتوش، وانا من رؤيتي لعمر فرج في الفيديوهات طبعا ما اقدرش احكم عليه بنسبه 100%، بس هو لعيب محطه اكتر منه، لعيب عنده سرعه، لعيب قوي بيحجز كده ويقدر يلف باللعيب او يلعب او يلعب اللعيبه اللي جايه من تحت. لكن كمان في نقطه مهمه عند الجزيري، الجزيري كعبه عالي على النادي الاهلي، الجزيري جايب اكتر من 5 اهداف في النادي الاهلي وعنده ثقه كبيره جدا في ماتشات الاهلي وبيحب يلعب في ماتشات النادي الاهلي. بيخافوا منه. فابدا انا طبعا فابدا منه. انا بالجزيري واستغل الحته النفسيه دي على النادي الاهلي اللي هيكون عنده مشكله كبيره جدا، وانا بشوف ان هي سلاح ذو حدين. لو مارسيل كولر استغنى عن قلبين الدفاع الاساسيين بتوعه، ما تقولش بقى مش عايزين. لا لا مش مشكله يعني. احنا مش يعني صح ولا انا غلطان؟ لا لا عادي يعني يعني هو الدنيا كلها عارفه يعني الدنيا كلها عارفه. لا الدنيا كلها عارفه. المهم لو هو استغنى عن رامي ربيعه وعن ياسر ابراهيم الاثنين قلبين الدفاع بتاعه اللي لعب بيهم النهارده، ولعب باثنين قلبين دفاع تانيين اللي هم اشرف داري ويوسف ايمن، حتى وان كان يوسف ايمن واشرف داري اقوى فنيا، دي هتبقى مشكله كبيره على النادي الاهلي، ده اول مره يلعبوا الاثنين مع بعض، وهتبقى ايضا مشكله لو لعب واحد منهم مع لعيب من الاثنين دول. مفيش تجانس. الفكره بتاعت برافو عليك يا كابتن سعيد، فكره ان انا العب باثنين مدافعين مفيش بينهم تجانس دي هتعمل مشكله. خليني اسالك سؤال سريع عشان الوقت، دي برضه حته ان النادي الاهلي يعمل صفقتين في القلب الدفاعي وعنده اثنين بقيمه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه
ما تهزش من الاثنين لعيبه. انا بقول لك اهو لو كولر لو لعيب ثيرد باك منتخب مصر طبعا، ولقيت النادي بتاعي بيجيب لي ثيرد باك من بره بالعمله بالدولار، معناه انه هيجي هيلعب. ما انا لما نادي اجيب صفقه من بره مصر يعني هي صفقه نازله اساسي. هقول لك انا ليه، هقول لك انا ليها مدرستين في الفكر. في مديرين فنيين بيقول لك لازم احط في المركز الواحد اثنين لعيبه جيدين، لان بلغه الكوره احنا كمدربين بيقول لك طول ما في لعيب بيدبدب برجله على الخط انت هتبقى في الملعب. بس الاولويه اجنبي، السويتش طبعا السويتش هيتعمل لان النادي الاهلي بيشارك في بطولات كتير. فوجهه نظرهم ان انا ما ينفعش ادخل الموسم باثنين مساكين بس ومعاهم واحد، لا ادخل باربع مساكين عندهم قدرات هجوميه قدرات دفاعيه جيده، لان انا هشارك في اكتر من بطوله. هقول لك ليه بقى ما ينفعش يلعب بالاثنين مساكين دول اللي هم يوسف ايمن واشرف داري، والاثنين لعيبه كويسه قوي، بروفايلين مختلفين. اشرف داري لعيب دولي وقوي جدا جدا، يعني صوره شويه من اقرب لعب منهم. يوسف ايمن لعيب كوره حريف، مدافع حريف، عارف اللاعبين اللي بيطلعوا بالكره بشكل كويس قوي اللي بيلعبوا على التوقع. واتمنى نادي الزمالك يشتغل على دي. لو يوسف ايمن تتحط في حساباته ان هو هيلعب مع النادي الاهلي لازم جوميز يتنقل على دي جدا جدا، لان هو لعيب مش قوي ولعيب جيد بس بيلعب على التوقع ويطلع بالكره من الارض بشكل كويس. كابتن سعيد في دقيقه، رسالتك للاعبي نادي الزمالك ورسالتك لجمهور نادي الزمالك. رسالتي الاولى لجمهور نادي الزمالك، طب لازم ادعم الفتره اللي جايه، ولو انا قلقان من جوايا وخايف مش عايز اوصل الخوف ده او القلق ده للاعبين او الجهاز الفني او الجمهور كمان اللي بيبقى موجود، لان لازم يبقى في جمهور هيسافر وهيساند. فانا لازم يبقى عندي يقين، انا بالنسبه لي كزملكاوي وابني من ابناء نادي الزمالك انا متفائل ان شاء الله ان الزمالك يقدر يكسب باذن الله الاهلي ويفوز بالسوبر الافريقي. انا عندي لعيبه كواليتي مش موجود في النادي الاهلي. انا بكلمك بصراحه، في مجموعه لعيبه عندي تعمل لي الفرق. عندي زيزو، عندي سيف الدين الجزيري، عندي مصطفى شلبي، عندي عبد الله السعيد، عندي ناصر، عندي مفاتيح لعب كويسه جدا. في لعيبه لا افضل او ممكن في عندي بعض المشاكل، لكن انا عندي ان انا اقدر ان انا افوز. فلازم يبقى عندي الحافز وعندي الاصرار وعندي الثقه ان انا اقدر اكسب باذن الله، واحط ده اوصل ده للعيبه كجمهور، اوصل ده للعيبه. رسالتي للعيبه نفس الرساله اللي بوجهها للجمهور، ان انا لازم يبقى عندي الثقه ان انا نادي الزمالك، انا لعيب دولي، انا لعيب باحسن نادي في الشرق الاوسط، ان انا اقدر باذن الله تعالى ان شاء الله. عندي وحصلت قبل كده كتير، كنا في بعض الاوقات الظروف مش في صالحنا وكسبنا. فانا لازم يبقى عندي دي ان انا نازل، لا انا هكسب، انا رايح عشان اكسب المباراه باذن الله. دي رسالتي للاعبين والجمهور، وكل التوفيق يا رب ان شاء الله، ونرجع باذن الله مبسوطين ان شاء الله من كابتن عباس السعوديه. رسالتي لعيبه نادي الزمالك في اقل من دقيقه كمان، انتم من اربع خمس شهور كسبتوا النادي الاهلي وهو بنفس السكواد ده، وكنتوا قادرين كمان انتم تكسبوا باكتر من هدف لما كسبنا النادي الاهلي 2-1. البطوله دي ما بتجيش كتير، بطوله السوبر الافريقي قدام النادي الاهلي، انتم قادرين على كتابة التاريخ. البطولة دي آخر مرة لعب الأهلي والزمالك في السوبر كان سنة 94، السوبر الأفريقي سنة 94، يعني من حوالي 30 سنة. فاللي هيكتب اسمه بحروف من ذهب في المباراة دي وهيحرز هدف أو هيساهم في النادي الزمالك يحرز هدف، دي دوافع لازم أخلاقها كمدير فني للفريق. أما رسالة الجمهور نادي الزمالك، خليجوا دايما ورا لعيبة نادي الزمالك ورا مجلس إدارة نادي الزمالك، ادعموا الناس لحد آخر خط وحاسبوا في نهاية الموسم. ما ينفعش حاسب في بداية الموسم، ما ينفعش حاسب في الصفقات. مفيش صفقة بتيجي انت ضامن ان هي هتأدي بشكل كويس قوي حتى لو احسن لعيب في الدنيا. في لعيبة جت في السر وجت لعيبة في هدوء تام. على سبيل المثال باسم مرسي لما جبناه في اخر يوم في القيد من الانتاج الحربي، لعيب محدش عرفه، جاب الدوري للزمالك مع لعيب نادي الزمالك وخد هداف الدوري 17 جول. انا ما بقولش ده من قياس، بس الحكم على الصفقات من خلال المباريات مش من خلال الفيديوهات او من خلال الاسماء. يمكن في نهايه الحلقه انا حابب اشكر حضراتكم، شكرا جزيلا كابتن سعيد لطفي نجم نادي الزمالك السابق، واشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك يا مينا وسعيد جدا بتواجدي معاك، وتحياتي وكل امنياتي ان شاء الله لجمهور الزمالك باذن الله بالفوز المباراه العوده ان شاء الله، والمباراه الاهم طبعا مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله. صديقي العزيز كابتن سعيد مينا، ودايما بسعد بلقائك ودايما منور كده متالق. شكرا ليك ووجودك معانا كان شرف لينا. اعزائي المشاهدين، للاسف الوقت الحلو زي ما بقول دايما بيخلص وبيجري بسرعه، ولكن ان شاء الله بإذن الله ادعوا أيام مفترجة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بألف صحة وسلامة يا رب. الزمالك بطل السوبر إفريقيا إن شاء الله في يوم 27/9 في السعودية بإذن الله. إن شاء الله أيضا فتوح يرجع لنا في أسرع وقت، وإن شاء الله يعني ربنا يفك مشكلته على خير ويرحم المتوفي ويصبر أهله. تفائلوا، الدعم هو أهم حاجة الفترة اللي جاية. دعموا نادي الزمالك، مفيش في إيدينا أي حاجة كجمهور نادي الزمالك غير إن إحنا ندعم. وتفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. توحشوني جدا جدا جدا. تصبحوا على 1,000,000,000 سلامة. سلام.